بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم جميعا في لقائنا الرقم 15 السنة دي. احنا على مدار الثمان أشهر اللي فاتوا ساعدنا ويعني بوجودكم معانا وأخدنا من وقتكم كتير. ده اللقاء ال15. احنا كان في لقاء عندنا كان ثلاثة على ثلاثة سيشنز، فنقدر نقول ده اللقاء الرقم 18. إن شاء الله يعني غالبا هيكون دوت اللقاء الأخير لهذا العام الدراسي، وأسيبكم تاخدوا أجازة في نهاية العام بقى بعد العبء الكبير اللي تعرضنا له. النهاردة عندنا موضوع لطيف جدا الحقيقة، موضوع العصر، وهو الديجيتال هيلث. هتقدمه لنا دكتورة رضوى إبراهيم علي. دكتورة رضوى مدرس الصحة العامة وطب المجتمع في كلية طب جامعة القاهرة، و one of the experts in the telehealth and digital health. التقيت بالدكتور رضوى في مؤتمر قريب وقعدنا نتجاذب اطراف الحديث، و قدرت ان انا يعني اخذ منها موافقه انها تشرفنا في لقائنا من اللقاءات العلميه لكونتينوس ميديكال اديوكيشن لكليه الطب جامعه بني سويف. اهلا وسهلا دكتوره رضوى، حضرتك منورانا واتفضلي. اهلا بيك يا فندم. يعني انا بجد عايزه اشكر حضرتك جدا على الفرصه الجميله دي اللي حضرتك اتحتها لي، واشكر كل الحضور. يعني بجد دي حاجه يعني شرف كبير ليا، واتمنى باذن الله ان اكون عند حسن ظن حضراتكم، ويكون الموضوع باذن الله شيق ومفيد يعني ان شاء الله. انا مش عارفه الكاميرا كده مفتوحه يا فندم ولا انا مش ظاهر عندي الكاميرا مفتوحة، لو حضرتك حابة تقفليها اوكي، لو حابة ان انت تسيبيها براحتك. هو بس ساعات بتأثر على الستريمينج، يعني على اللايف ستريمينج. اقفليها خلاص، اقفلي الكاميرا والسكرين واضحة قدامنا بإذن الله. خلاص تمام يا فندم. إيه كده فول سكرين، خلاص الشاشة يعني واضحة لحضراتكم. كل تمام، حضرتك تقدري تفضلي. تمام يا فندم. طبعا انا مش هحتاج اعرف نفسي بعد استاذ دكتور تامر، هو عرفني تمام جدا. يعني انا الحقيقه هتكلم النهارده على الديجيتال هيلث، بس مش علشان هو موضوع جديد. هو الحقيقه احنا يعني هو الجديد فيه دلوقتي الانوفيشنز الكتيره اللي بدات تحصل، يعني بقى فيه اكسلريشن عالي قوي قوي اليومين دول، فهو ده يعني باذن الله انا جايه اتكلم فيه النهارده ان شاء الله. بلس كمان في opportunities كتيرة و challenges كتيرة بشكل متغير يعني كبير قوي قوي، وبدأ بالفعل يعني استغلال ال opportunities وكمان مواجهة ال challenges. يعني بدأ بقى في إجراءات اتخذت يعني مش بس عندنا، يعني أكيد طبعا على مستوى العالم كله. فبإذن الله يعني نحاول كده نشوف إيه الأبديتس اللي حاصلة في الديجيتال هيلث في مختلف الدول يعني ومختلف المجالات إن شاء الله. بالنسبة للأوتلاين بتاع السيشن دي، هيبقى هنتكلم الأول عن الانترودكشن، وبعد كده هنتكلم عن why digital health والconcepts and definitions. Then we will discuss the digital health in practice, and we will discuss the opportunities and challenges as well as the regulations and ethics. Then we will have a look about on the quality standards إن شاء الله. The objectives will be إن شاء الله إن إحنا after attending this session we will be able to recognize the reasons why digital health became crucial. هنعرف هو ايه اللي حاصل، يعني ايه ليه الموضوع بقى متزايد جدا جدا، والكلام على الديجيتال هيلث بقى واخد حيز كبير قوي قوي الفتره دي. كمان we will be able to distinguish between the terms المختلفة of digital health، لأن إحنا كتير بنبقى بنسمع terms معينة وبنستخدمها بشكل متبادل. في بعض الأحيان بيبقى okay، بينفع لما بكون بستخدم مثلا term هو broad term، ف it's okay إن أنا أستخدمه في تعبير عن حاجات استخدامات تانية. لكن في بعض الأحيان لا، ما بيبقاش صح إن أنا أستخدم term وهو مش بيشمل ال functions أو services اللي أنا بتكلم عليها. كمان we will have insights about the practical applications of digital health, and we will compare between the opportunities and the challenges علشان نقدر نقرر فعلا هو ده شيء يعني نقدر إن احنا ندخل في المجال ده ولا لا، المساوئ بتاعته أكتر من المميزات. كمان we will assess the steps taken towards establishing the digital health and telemedicine ethics so far.
طبعا كلنا شايفين دلوقتي الديجيتايزيشن قد ايه هو بيعمل ريشيبينج كبير جدا جدا للهيلث سيرفيسز، مش بس على مستوى البروفيجن اوف ذا سيرفيسز، لا كمان على مستوى الاوتكم. يعني بدا يبقى فيه فعلا امباكت على الاوتكم بتاع البيشنتس، او حتى مش البيشنتس، حتى الناس اللي بدات ان هي تستخدم الديجيتال هيلث في الكونسلتيشن او في ايفن الكونسلنج. يعني ايفن بس هم لو عايزين ياخدوا استشارة أو يدوروا على health information، برضو بدأ يبقى فيه impact كبير للديجيتال health على المجالات دي. اللي حاصل بقى ان احنا دلوقتي بقى فيه زيادة جدا جدا كبيرة، وبسبب الامباكت على الاوتكم ده بدأ يبقى فيه investments كبيرة جدا في الديجيتال هيلث. فاحنا شايفين قدامنا الجراف ده بيورينا قد ايه الديجيتال هيلث ماركت، وكمان البروجكشن بتاعه لحد 2024، وزيادة mainly كمان على الام هيلث اللي هو بنتكلم فيها عن الموبايل هيلث او الهيلث سيرفيسز اللي بتتقدم عن طريق الموبايل. فدي هيبقى سيكتور كبير جدا جدا متزايد. كمان احنا لو كلمنا بقى عن الهيستوري بتاع الديجيتال هيلث، لو رجعنا لورا كده، يعني احنا بنتكلم عن حاجه جديده ولا حاجه بقى لها فتره طويله، هنلاقي ان احنا مشينا بالمايلستون اللي قدامنا على الشاشه ده، هنلاقي ان احنا بادئين من سنه 1800، يعني 1897 ده اول دياجنوسيس حصل عن طريق التليفون. فكان ده يعتبر تالي ميديسن، يعني لان هو تشخيص ريموتلي، فكان بدايه التالي ميديسن. وبعد كده مشي السيكونس بتاع الديجيتال هيلث بمختلف الاشكال، وما كانش لسه طبعا واخد اي يعني مفهوم الديجيتال هيلث اللي احنا بنتعامل بيه دلوقتي، لحد ظهور الانترنت. فبدأ الشكل يتغير خالص، وبدأنا ندخل في الهيلث انفورماتكس. بعد كده بدأ يظهر اسوسيشنز كتيرة جدا جدا بتاخد الديجيتال هيلث بكل الصور بتاعته، وبدأ يحصل ان يبقى فيه ريجيليشنز بقت بتظهر، وكمان شركات التكنولوجي بدأت بشكل واسع جدا جدا انها تبتدي تعمل البرودكتس المدعمة لاستخدام الديجيتال هيلث. طيب ايه اللي حصل؟ يعني ليه كل ده؟ يعني اشمعنا في الفتره اللي احنا فيها دي وخلال سنتين بالذات؟ يعني لما هو الموضوع من بعيد قوي كده ومن زمان قوي كده، ليه واخد يعني واخد اهتمام كبير قوي كده الفتره اللي احنا فيها دي، وبالتحديد اخر سنتين؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ هو الحقيقه حصل ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه ان بقى في استخدام واسع جدا جدا للديفايسز، وانتشار كبير جدا جدا ل او كفرج للانترنت، يعني بقت متاحه لعدد كبير جدا من الناس. كمان الموبايل ابلكيشنز ظهرت بشكل اوسع، والاستخدامات بتاعتها في الهيلث كير بالظبط بالذات، يعني هيلث كير ديفيجن بقت واسعه جدا. فاليوز ده سهل قوي قوي ان نعمل ادوبشن للديجيتال هيلث. كمان في آخر فترة من ساعة ما بدأنا الـ SDGs أو Sustainable Development Goals كانت في 2015، وابتدينا نتكلم عن الـ Universal Health Coverage. حصل كمان إن بدأ يظهر تأثير الـ Digital Health على الـ Achievement بتاع الـ Universal Health Coverage، فبدأ يحصل برضو تغيير شوية في الجولز، خصوصا جول 3 اللي هو بتاع الهيلث اند ويل بينج، وبدأ يحصل فيوجن للديجيتال هيلث، ونبقى بنتكلم عن الديجيتال ترانسفورميشن ان هيلث كير. تالت حاجة حصلت وهي طبعا الكوفيد، وأكيد الكوفيد عمل نقلة كبيرة جدا، والناس اللي كانت قلقانة أو لسه ما خدتش step towards الديجيتال هيلث بدأت تاخدها في الفترة دي، لأن الديجيتال هيلث أو التالي ميديسين والتالي هيلث زي ما هنتكلم دلوقتي ساعدت كتير جدا جدا في إن احنا نحافظ على distancing ونحافظ على الإجراءات الاحترازية، ما بقاش في contacting، يعني أو على الأقل قللنا الكونتاكتنج، بقى سهل إن الناس ممكن تتعامل مع الدكاترة عن طريق الموبايلز أو عن طريق الإنترنت عموما وبشكل ريموتلي. وشفنا طبعا أبليكيشنز كتيرة جدا جدا للموضوع ده، وحتى مثلا في الفاكسينيشن برضو كان ديجيتال هيلث واخدة رول كبير قوي قوي في الجزء ده، وفي الناس وهي مثلا بتعمل ريجستريشن والكلام ده. طيب لو جينا النقطة الأولانية وتكلمنا عن أرقام،
هنلاقي ان احنا worldwide الارقام اللي قدامنا دي ارقام على مستوى العالم، ودي يعني updated يعني في يناير 22 احنا بنتكلم على 5 مليون 5.3 بليون من البوبوليشن بيستخدم الموبايل، وحوالي برضو 5 بليون يعني 62% انترنت يوزرز، ورقم برضو قريب جدا منهم عبارة عن ناس بتستخدم السوشيال ميديا. فطبعا دي أرقام كبيرة جدا وبرسنتجز كبيرة جدا من البوبوليشن، بتقول لنا قد إيه الانفراستراكشر اللي احنا محتاجينها عشان نقدر الديجيتال هيلث تتوسع أكتر هي موجودة أوريدي. يعني الناس أوريدي عندهم الانترنت كونكشنز، عندهم ديفايسز، عندهم بيستخدموا السوشيال ميديا، فهم أوريدي موجودين في يعني في سهل التوجه ليهم في استخدام الديجيتال هيلث. دي أرقام على مستوى مصر. هنا في مارس 22 لقينا إن 94 مليون دول عبارة عن الموبايل سبسكريبشن، وهنا لو اتكلمنا عن ADSL سبسكريبشن والإنترنت يوزرز هنتكلم عن حوالي 10 مليون. وهنا كمان الناس اللي بتستخدم اللي هم الموبايل بقى انترنت يوزرز قد ايه من التوتال سبسكريبشن، دي البرسنتجز بتاعتهم. كمان هنا الموبايل انترنت يوزرز هم عددهم حوالي 64 مليون سبسكريبشن. برضو دي بالنسبة لمصر أعداد كبيرة، يعني برسنتجز عالية جدا، بتورينا قد ايه ان هو الدنيا covered. يعني على مستوى الستاديز، يعني احنا عملنا ستادي حقيقة على الميديكال ستودنتس، ولقينا برضو برسنتجز عالية جدا جدا من الناس اللي بتستخدم الديفايسز. يعني احنا هنا عندنا حوالي 80% بيستخدموا الموبايل فون، و 99% دول الناس بتوع الانترنت يوزج. هنا 65% موبايل ابلكيشنز بيستخدموا الموبايل ابلكيشنز. فبرضو دي يعني على مستوى الميديكال ستودنتس ديت ارقام برضو تعتبر عاليه جدا، والحقيقه هي كانت ماتشنج الارقام اللي هي موجوده في مصر اللي احنا كنا يعني جايبينها من وزاره الاتصالات. بالنسبة للاستخدام بقى يعني الموداليتيز بتاع اليوسج نفسها، لقينا برضو نسبة كبيرة قوي 87% بيستخدموا التكنولوجي أو بيستخدموا الانترنت علشان يدوروا على health information، ودي كانت حاجة مهمة جدا جدا علشان طبعا في وقت الكوفيد زي ما احنا عارفين، لأن الكلام ده اتعملت في خلال السنتين اللي فاتوا، كان في نقدر نقول عليها الانفيداميك يعني كانت موجودة، وكان في معلومات كتير جدا جدا مش كريديبل في خصوصا عن الكوفيد. فطبعا دي كانت نسبة يعني كان مهم جدا جدا ان احنا نعرف قد ايه الناس فعلا بيدوروا على المعلومات والمعلومات الصحية بالذات. يعني الطرق بتاعة التواصل كان حوالي 74% بيفضلوا التكست messaging، ودي طبعا يعني لقينا ان هم بيفضلوها بسبب ان هي اسهل حاجة، يعني مش بتاخد انترنت كتير، وفي نفس الوقت بتبقى يعني موجودة سهل ان اي حد يرجع لها تاني. فكانت هي دي البريفرنس بتاعة المودز يعني او التايبس اوف ديجيتال connectivity. طيب بالنسبة للـ SDGs حصل إيه وإزاي الـ Digital Health دخلت في الـ Goals بتاعت الـ Sustainable Development Goals؟ في أكتوبر 2019 حصل إن الـ UN بدأوا يعملوا Commission علشان هم فعلا لقوا الـ Effect بتاع Digital Transformation على الـ Achievement بتاع الـ Health Goals، وقالوا 4 recommendations عشان يقدروا بيها يدخلوا الديجيتال هيلث وتبقى فعلا متواجدة في السياق بتاع تحقيق الجولز دي. أول recommendation قالوا إن هو لازم نعمل acknowledgement وrecognition للديجيتال تكنولوجي as a determinant of health. يعني هي لازم هو يعني هيعتبروا الديجيتال تكنولوجي والديجيتال هيلث دي من الديترمينانس المهمة للهيلث.
الحاجة التانية إن هم يعملوا الـ building up للـ public trust، وده طبعا كان داخل فيه حتة يعني أو جزء مهم جدا جدا، هو الـ data security، علشان نقدر الناس ما يبقاش عندها مشكلة أو challenge في الحتة بتاعة الـ confidentiality. كمان الـ data solidarity ديت كانت نقطة مهمة جدا جدا، وهي إن يبقى نحقق بيها الـ equity على مستوى الداتا كمان، علشان احنا بنتكلم دلوقتي على ديجيتال هيلث، فلازم كل ما هو يخص الداتا لازم نكون متأكدين، ك سواء بقى كداتا ترانسميشن او داتا سكيورتي او اي حاجة من النقط اللي بتخص الداتا، فلازم ان هي تكون فيها ايكويتي على مستوى الناس اللي هي بتستخدم الديجيتال هيلث. وكمان الريكومنديشن الرابع كان ان احنا نعمل انفستمنت في الانيبلرز للديجيتال ترانسفورميشن، والانيبلرز ديت هي بتتمثل في مثلا الديفايسز، النتوركينج، كل ما هو ممكن يساعد على تفعيل الديجيتال هيلث و يعني تسهيل استخدامها. حصل ايه بقى بالظبط للكوفيد؟ هو ده هنا انا يعني حاولت بس اجيب تو اكزامبلز للتغير الكبير اللي حصل وقت الكوفيد regarding الديجيتال هيلث. يعني هنا الجراف الاولاني ده بيورينا اليوز اوف تالي هيلث كان ماشي بشكل يعني نقدر نقول عليه ستيبل جدا، وبعد كده حصل البيكس ديت في الفتره اللي هي بتاعت الكوفيد. هنا كمان التالي هيلث فيزيتس هي بتورينا قد ايه حصل زياده في ابريل 2020، فده ريفلكشن للكوفيد بانديميك واستخدام او الاتجاه لاستخدام الديجيتال هيلث. طيب نيجي للجزء بقى بتاع الديفينيشنز والتيرمز. اكيد احنا كلنا يعني مرينا او سمعنا تيرمز كتيره جدا جدا ريليتد للديجيتال هيلث، واغلبنا يعني بنسمعها وهو خلاص دي تبع الديجيتال، دي تبع الاي هيلث. يعني هي بالنسبه لنا مش بنقدر يعني مش كل الناس بتبقى قارت في الديفينيشن ده عباره عن ايه بالظبط واستخدامه ايه بالظبط، فبتبقى هي كلها الحقيقه شبه بعضها. فعشان كده حبيت بس اوضح ايه هو اللي ممكن نستخدمه بدل بعض وايه اللي ما ينفعش. بالنسبة للترمز هي قدامنا ايه؟ احنا عندنا الترم اللي هو التالي ميديسن والتالي هيلث والاي هيلث والتالي كير، وعندنا الام هيلث، وفي الجناب عندنا الديجيتال هيلث والكونكتد هيلث. فكل الترمز ديت يعني احنا لو بدأنا نخرج يعني ناخدها من بره لجوه او ناخد البرودر الاول، هنتكلم عن التالي هيلث. التالي هيلث هي الترم البرودر اللي بيشمل باقي الـ terms. ماشي وحضرتك مسامعيني ولا عشان بس لسه يكون انا بتكلم؟ سامعين سامعين تمام. كنا عايزين نقول افندم لا سامعين كلنا صوت واضح اتفضلي. تمام تمام يا فندم. فاحنا بنتكلم هنا عن التالي هيلث، هو ده الترم اللي بيشمل باقي الترمز زي ما بنقول دلوقتي. طيب هو معناه ايه؟ معناه ان احنا بنعمل ريموت سيرفيسز، بس هي بتشمل السيرفيسز اللي هي ليها علاقه بالانفورميشن والداتا، وكمان الكلينيكال سيرفيسز، وممكن تشمل كمان لو في education مثلا او اي health education او حتى education لل providers نفسهم، لو بنعمل training مثلا زي ما احنا بنعمل دلوقتي كده زي احنا عاملين remote او online webinar، فده برضو بنعتبره tele health. طيب امال ايه الاي هيلث؟ الاي هيلث دي الاي هي بترمز للالكترونيك، فاحنا بنتكلم او بنرمز بيها لكل ما هو ريليتد للانفورميشن والداتا. يعني لو اتكلمنا عن البيشنت ريكوردز، لو اتكلمنا عن الانفورميشن اللي الناس بتاخدها من السوشيال ميديا مثلا، فاحنا بنتكلم هنا كده على الاي هيلث. الام هيلث هي الموبايل هيلث او الهيلث اللي انا باخدها او بستعملها عن طريق الموبايل، بتشمل بقى الموبايل ابلكيشنز، بتشمل لو انا برضو داخل حتى مثلا بشوف اي كونسلتيشن سيشن او بحضر حاجه فيها تريننج او فيها هيلث اديوكيشن بس عن طريق الموبايل. فعشان كده هي انترسكتنج ما بين الاثنين دول.
التالي ماديسن لا مختلفة، يعني احنا هنا ممكن في ناس بتستخدم التو تيرمز دول يعني بدل بعض، رغم ان هنا دي مينلي ان انفورميشن وهنا فيها سيرفيسز، لكن التالي ماديسن ما اقدرش استخدمها مكان التالي هيلث، لان التالي ماديسن انا بتكلم عن يعني بخص بيها بس الريموت كلينيكال سيرفيسز، انا بتكلم هنا عن حاجات فيها دايجنوستس فيها ثيرابي، لكن مش بتكلم عن مثلا انفورميشن او ريكوردز او هيلث ريكوردز او حاجات زي كده. فالتالي ماديسن هي بتخص الكلينيكال فقط. التالي كير دي يعني اكترها او يعني مينلي مش بتكلم عن دكتور بيشنت ريليشن شيب، انا بتكلم عن ديفايسز مع الناس بتقدم لهم الريموت كير، او ان هي مثلا لو هنا مدي اكزامبل للالارمز مثلا في سيستمز معينه لو عشان الناس تقدر تعيش يعني تقدر تتحرك مثلا جوه البيت وبره البيت ويبقى فيها لو في اتعرضت لاي امرجنسي او اي حاجه زي كده، وبتشمل برضو لو الحاجات اللي هي الويربلز والتراكرز والكلام ده كله احنا بنعتبره في التالي كير. طيب زي ما كنا بنقول دلوقتي التيرمز اللي احنا اللي بتلخبط شويه او ان هي ما نقدرش ان احنا نستخدمها بدل بعضها هم التيرمز اللي على جنب دول اللي على اليمين اللي هي التالي هيلث والتالي ميديسن. وهنا يعني حبيت بس اعمل هايلايتنج ان التالي هيلث دي ريموت كلينيكال اند نون كلينيكال سيرفيسز، لكن التالي ميديسن هي الكلينيكال سيرفيسز بس. وزي ما شايفين هنا التالي هيلث بتشمل الثلاثه تيرمز دولت، وهنا التالي ميديسن هو بيوضح بقى ايه هي الكلينيكال سيرفيسز بالتحديد اللي ممكن نستخدمها عن طريق الديجيتال هيلث. طيب لو جينا للبراكتس بقى البراكتيكال ابلكيشن للديجيتال هيلث، الحقيقه يعني البراكتس طبعا مختلف جدا جدا، وفيلدز اللي دلوقتي عامله ادوبشن للديجيتال هيلث بقت كتيره جدا. يعني احنا مثلا لو اتكلمنا كنا المحاضره دي مثلا من سنتين ثلاثه كنا هنقول تخصصات معينه هي اللي ظاهر فيها قوي قوي استخدام الديجيتال هيلث، وكانت هي فعلا اللي تقدر. اتفضل اتفضل يا فندم. معلش انا اسف ان انا قطعتك، ما بقطعش، بس يعني انا كنت عايز حضرتك ترجعي للاي هيلث والام هيلث. حاضر. ولا حضرتك قلتيهم وانا ما خدتش بالي؟ انا قلت الاي هيلث السلايد دي يا فندم. والام هيلث اللي هي الموبايل هيلث. الموبايل هيلث تمام. والكونكتد هيلث الكونكتد والديجيتال تمام. الديجيتال والكونكتد دول هم بيشملوا كل ده، يعني احنا بنتكلم على الديجيتال هيلث هي دي البرودست بقى، يعني الديجيتال هيلث تحتها كل التيرمز دي والكونكتد برضو كذلك. يعني هو انا بدات من جوه لبره ودخلت في التفاصيل، بس التالي هي بتشمل الثلاثه دول كمان تحتها الاي هيلث والموبايل هيلث اللي هي الام هيلث. الام هيلث هي قلت هي صوره لتقديم التالي هيلث والاي هيلث، يعني انا في الام هيلث ديت اي حاجه عن طريق موبايل، فهو الموبايل كجهاز ممكن استخدمه كاي هيلث لان هو بعمل بي شيرنج مثلا للانفورميشن، او ممكن ان انا مثلا اعمل سيرش على اي انفورميشن على ويب سايت او اي حاجه، فده هيبقى كده ام هيلث. وفي نفس الوقت انا ممكن برضو اخد بيه كلينيكال سيرفيس او ريموت سيرفيس بشكل عام، فهيبقى برضو يشمل التالي هيلث. فهو الموبايل يعني عامل انترسكشن ما بين السيرفيسز المختلفه، هو كديفايس بقدر ان انا يعني استخدمه في سيرفيسز مختلفه. شكرا وانا مش هقاطعك تاني. حتى ممكن برضه بعتذر على المقاطعه. شكرا ومش هقاطعك تاني لحد اخر المحاضره، بعتذر على المقاطعه. لا 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 خالص خالص اي وقت يا فندم، بالعكس اهلا بحضرتك. ان شاء الله اخر المحاضره باذن الله هيبقى الديسكشن، بس انا عشان اهميتهم بس حبيت ارجعك ليهم تاني. هو فعلا هم فعلا عاملين اوفرلاب جامد قوي قوي، والام هيلث كمان حتى الموبايل دلوقتي بقينا يعني ممكن بنستخدمه التالي ماديسن كمان. يعني في ناس ممكن ان هي تستخدم الام هيلث في ابلكيشنز دلوقتي، ممكن ان هي مثلا تاخد كلينيكال سيرفيس عن طريق الموبايلز. في دلوقتي بقى في اجهزه دلوقتي بتتوصل ريموتلي وبيبقى فيها سنسورز معينه، وممكن الشخص بالموبايل وبالجهاز بيقدر ان هو ياخد الكلينيكال سيرفيس. تمام. فاحنا لو بدأنا دلوقتي نتكلم عن البراكتس يعني استخدامات الديجيتال هيلث بقى في الواقع، فهنلاقي ان احنا بنتعرض الحقيقه لتيرمز لمجموعه تانية من التيرمز على مستوى بقى الابلكيشن.
فاحنا لو اتكلمنا على الترندز او على نقدر نقول عليهم التيرمز المختلفه او ممكن نقول عليها ايه كمان، يعني هي عباره عن تكنولوجيز كتيره قوي قوي بتجتمع علشان نقدر نحقق بيها الاوتكم اللي احنا عايزينه من الديجيتال هاف. فاحنا لو اتكلمنا عن شويه من الترندز ديت هنلاقي ان احنا بنتكلم عن حاجه اسمها الارتفيشال انتليجنس او الاي اي، بنسمع كتير برضو قوي عن البيج هيلث داتا او البيج داتا بشكل عام. هنا برضو بقية التيرمز اللي احنا اتكلمنا عليها شوية، بس برضو انا عايزة اقف مثلا عند البرسوناليزد جينيتك تيستينج، دي برضو بقت دلوقتي ظاهرة قوي قوي وبقى فيها ليها استخدامات كتير قوي، وهي عبارة عن ان احنا بنعمل الجينيتك تيستينج للشخص عشان نقدر نعرف هو ايه مثلا التريتمنت اللي ينفعه. ما بقاش دلوقتي بنتكلم عن لو في ديزيز هنعالج الديزيز بإيه، لا هو التريتمنت دلوقتي بقى personalized according للجينيتك أو الجينوم بتاع كل شخص بتاع كل individual. فدي برضو مهمة قوي. طب هي ليه اشمعنى دي بالذات في داخلة في الديجيتال هيلث؟ لأن هي عبارة عن informatics أكتر ما هي أي حاجة تانية. فهي information، هي data، يعني أنا بعمل التستنج دي بيبقى عندي الداتا دي الريكوردز بتاعة الشخص ده بحيث إن أنا برجع لها في أي مشكلة صحية بتقابله. فدي بقت مهمة قوي قوي من ضمن الابليكيشنز بتاعة الديجيتال هيلث. كمان الكلاود بيز داتا برضو بنسمع عليها كتير قوي قوي الفترة دي. فإحنا لو خدنا بقى الترمز اللي هي يعني مش واضحة قوي دي بالنسبة لنا ونعرف بقى ندخل جواها شوية، هنلاقي الديفينيشنز بتاعت كل واحدة فيهم. أول حاجة أكتر حاجة بنسمعها أو الناس دلوقتي برضو بتقولها كتير الإنترنت أوف ثينجز. الإنترنت أوف ثينجز دي عبارة عن الأوبجكتس أو الأجهزة أو الديفايسز اللي هي كل أي ديفايس في سوفت وير في سنسورز أو في بيعمل بروسيسنج لداتا معينة وبيبعتها لديفايس تاني من خلال الإنترنت. ده أنا بقدر أقول كل الديفايسز دي بحطها تحت المسمى بتاع الإنترنت أوف ثينجز. ودخل جواها بقى كمان مسميات اكتر من كده، بقى فيه انترنت اوف everything وبقى فيه انترنت اوف health things كمان، فبقى فيها ليها تصنيفات وليها تقسيمات كتيرة قوي. البيج هيلث داتا عبارة عن الداتا اللي هي بتتنقل من بين الديفايسز، كل الهيلث داتا والريكوردز والجينوميك سيكونسنج اللي لسه كنت دلوقتي بقول عليها اللي هي بتاعت الجينيتك تيستينج. كل الداتا دي بنقول عليها الهيلث داتا او البيج هيلث داتا، واللي جايه كمان من الويربلز، لان الويربلز دي مثلا يعني الاجهزه اللي الاشخاص بيلبسوها فيها سنسورز وبتقيس مثلا فانكشنز معينه عندهم وبتبعت الداتا دي، كل الداتا دي بتعتبر بتدخل تحت البيج داتا. يعني ايه كلاود كومبيوتنج؟ دي عبارة عن السيرفرز اللي هي بتبقى مكان للستورج بتاع الداتا دي، بس ما بيبقاش ليا اكسس عليها دايركتلي، انا ما اقدرش اعمل لها مانجمنت بشكل دايركتلي، انا بس برفع عليها الداتا وبعدين برجع تاني هي بتبقى اكسسبل ليا وبرجع تاني اتعامل مع الداتا دي. ليه بنستخدم الكلاود كومبيوتنج دي؟ لان من كتر الداتا بقت هي بيج داتا دلوقتي، فاحنا بقينا محتاجين اماكن ستورج اعلى بكتير جدا جدا من الكاباسيتي بتاعت الديفايسز. وفي نفس الوقت الكلاود كومبيوتنج كمان بيبقى فيه ميزه اللي هو بتاع السكيورتي عشان يامن الداتا دي. طيب يعني ايه بلوك تشين؟ برضو بنسمع عليها الفتره ديت، وحتى في ستاديز دلوقتي كتيره جدا بقت عن البلوك تشين. البلوك تشين ديت عباره عن ايه؟ عباره عن الفاسيلتيز اللي هي بيحصل من خلالها الداتا ترانسميشن او ترانزاكشن، وبنعمل تراكنج، بس هي بتامن الترانزاكشن ده، هي بتبقى نتوركينج كده او نتوركس فيها زي حاجه زي نودز كده، فبتوقف الداتا من الترانسميشن وبتحتاج من وقت والتاني authentication، يعني هي مش هتفضل الداتا transmitted على طول كده، لأ هي بتحتاج ان كل شوية ان نتأكد ان الداتا دي بتاعت الشخص ده. فده طبعا بيساعد جدا جدا ان احنا to secure الداتا، وكمان بيساعد على الترانزاكشن بتاعها بشكل اسرع. الارتفيشال انتليجنس يعني احنا بنعمل simulation للهيومن انتليجنس،
طبعا مع الفارق، بس عايزين نوصل الماشينز ان هي تعمل الاناليسز بشكل سريع جدا جدا، بحيث ان هي من كتر خلاص ما الماشين بيدخل لها داتا معينه بتقدر تطلع ريسبونس او تعمل اناليسز للداتا دي وتطلع ريسبونس بشكل اقرب ما يكون للانتليجنس. برضو في تيرمز تانية بترتبط بالديجيتال هيلث قوي، الفيرتشوال رياليتي والاوجمانتد رياليتي، وهل دول ليهم علاقة أصلا بالهيلث ولا لأ؟ دلوقتي بقوا بيستخدموهم بشكل كبير قوي، خصوصا في مجال علاج الألم. بقوا بيستخدموا الفيرتشوال رياليتي بحيث إن هم يعملوا سيميليشن للشخص أو يعملوا له ديستراكشن للبرسبشن بتاعه، فده بيأثر جدا جدا على الليفل بتاع البين عنده. الفيرتشوال رياليتي ايه فرقها بقى، ايه الفرق بينها وبين الاوجمانتد رياليتي؟ ان الفيرتشوال انا بعمل سيميليشن، مجرد سيميليشن مثلا عن طريق اللي هي النظاره مثلا اللي بيلبسها، هو انا بعمل له سيميليشن لجو او لاتموسفير تاني او انفايرمنت تانيه مختلفه عن الريل وورلد اللي حواليه. الاوجمانتد رياليتي لا، انا بغير في البرسبشن بتاعه، يعني انا ممكن ادخل سنسوري حاجات اوديتوري بحيث ان انا بغير له البرسبشن للانفايرمنت بتاعته. فده الفرق ما بين الفيرتشوال رياليتي والاوجمانتد رياليتي. هنا الابليكيشن بتاعت الديجيتال هيلث في مجال الميديسن او الدراجز، الحقيقه يعني الفيجر ده لفت نظري جدا، ان هو مستخدم كل المراحل، وممكن كمان كل مرحله من دول بيبقى ليها ريفلكشن مع البيشنت، يعني من اول الديسكفرينج للميديسن فوق خالص. لو بدانا باول ستيب دي كلها بتبقى معتمدة على الداتا اللي جاية برضو من البيشنت والريسبونس بتاع البيشنت للميديسن اللي كان موجود قبل كده والجيناتيك سيكونسينج بتاع البيشنت ده. فده بيساعد على ان احنا نطلع دراجز جديدة او ميديكيشنز جديدة بناء برضو على الداتا ديت. انا بقدر اتابع مع البيشنت، هقدر ان انا اديله التريتمنت المظبوط، واقدر يعني اوصل له التريتمنت بشكل افضل، واتابع بقى كمان الريسبونس بتاعه، اعمل له مونيتورنج عن طريق الديجيتال هيلث. يعني انا مش عايزه اطول بس في الفيجر ده لان هو ديتيلز كتيره، بس هو ده في كل ستيب من دول بيعتمد ان انا بعمل حاجه في الميديكيشن بناء على الفيدباك اللي بيجي لي من البيشنت. ده عن طريق ايه؟ عن طريق الداتا او الفيدباك، الانجامينج فيدباك اللي بيجي لي من البيشنت طول ما هو بياخد الميديكيشن ده. دي بس فكرة بسيطة عن الإكويبمنت اللي بدأت تستخدم دلوقتي، والحقيقة إن ده يعني الحاجات دي بدأت تبقى موجودة في وحدات وعيادات هنا عندنا يعني في مصر. فيعني هنا مثلا دي اسمها التالي ميديسن كارت، ودي بتبقى مجهزة علشان الدايجنوسز والسيشنز بتاعت يعني دكتور بيشنت سيشن، ويحصل من خلالها دايجنوسيس ويدي التريتمنت، وبيبقى فيها متوصل بيها بقى أجهزة تانية. يعني مثلا هنا ده ديجيتال سونار، وممكن كمان مش بين الدكتور والبيشنت وهو البيشنت في بيته، هو ممكن هنا الأجهزة دي ساعات بتبقى ما بين مستشفى ومستشفى تانية، أو يعني مثلا كلينيك في مستشفى وجهاز زيه في مستشفى تانية مثلا في مكان بعيد، يعني مكان صعب ان الدكتور ده يوصله، فيقدر البيشنت ده ياخد الكونسلتيشن بتاعت الدكتور المتواجد في المكان التاني. وظهر بقى يعني السونار، الديجيتال سونار ده في بقى ديجيتال ستيثوسكوب، وفي ديجيتال يعني كل الأجهزة اللي ممكن يتعمل بيها تستخدم في الدياجنوزيس، في منها دلوقتي الفيرجن الديجيتال اللي بتوصل على طول الداتا بتاعته، بيطلع الداتا على طول توصل للجهاز، ومش بس كده الداتا كمان بتبقى على طول في الهيلث ريكورد بتاع البيشنت ده، ونقدر بعد كده ان احنا نرجع لها نتابع بيها المريض، نشوف لو حصل له اي هيلث بروبلم تانية وهكذا.
الجهاز دوت بيستخدم، ده اسمه Vehicle Edge Gateway، ده بيستخدم أكتر في عربيات الإسعاف، وده بيتم التواصل بينه وبين الدكتور اللي في عربية الإسعاف أو المسعف والمستشفى اللي راح لها المريض. دي من الـ Wearables، دي بتتلبس بحيث إن هي بيبقى فيها سنسورز وبتخزن على طول الداتا بتاعة البيشنت، وبرضو بيتواصل بيها أو ممكن تبعت يعني الداتا دي لأجهزة تانية. دي سوفت وير، ده بيورينا السوفت وير بتاع الـ ICD-10، ده بتاع الـ Information أو الـ Health Records. عملوا يعني سوفت وير بيقدر إن هو يدخل جوه السيستم بتاع الـ Health Information بتاع مثلا مستشفى معينة، ونخليه يعمل Analysis بشكل مختلف، أو إن إحنا نزود فيه Feature تاني، يعني هو ده Assistant للـ Health Information System. دي Remote Monitoring Devices، دي اللي ممكن تبقى مع المريض، يعني دي ممكن تبقى موجودة مع المريض في البيت ويبتدي الدكتور يتابع حالة المريض بيها. وفيها أجهزة بقى دلوقتي مختلفة يعني جدا، ممكن تقيس أي حاجة، بحيث إن هو برضو بيوصلها بموبايل أبليكيشن، وبعد كده بيتواصل بالدكتور بتاعه، بحيث الداتا على طول بتتنقل للدكتور. طيب الموداليتيز بتاعت الاستخدام او الابليكيشن دوت يعني بيتطبق ازاي؟ هنا بيبقى عندنا نوعين، عندنا سينكرونس وعندنا الاسينكرونس. السينكرونس ده لو هو الدكتور والبيشنت لايف مع بعض في نفس الوقت، ومثلا بيعملوا السيشن وهما الاثنين متواجدين لايف. هنا اسينكرونس زي الحاجات اللي هي الويرابلز وكده، ممكن الداتا تبقى ستورد وبعد كده الدكتور او الهيلث بروفايدر بيرجع لها تاني علشان يشوف الداتا بتاعت البيشنت. ده بالسينكرونس والاسينكرونس ممكن يبقى كلينيشن تو بيشنت في الهيلث فاسيليتي نفسها، يعني موجودين هما الاثنين في المستشفى، او الكلينيشن تو بيشنت بس مش موجودين، يعني مثلا الدكتور في المكان بتاعه والبيشنت في البيت، او ما بين الكلينيشنز وبعض لو هما بيستشيروا بعض مثلا في حاله معينه. احنا هنا بالنسبه لنا في مصر، بالنسبه للابلكيشنز في مصر، الحقيقه WHO اشادت بكل التطبيقات اللي بدأت تحصل في مصر، ودي كانت بمساعدة برضو وزارة الاتصالات، لأن هي سهلت جدا جدا الأكسس للإنترنت والكوفرج بتاع الإنترنت، فده ساعد قوي في الفترة اللي فاتت ديت إن يحصل انتشار كبير للديجيتال هيلث أبليكيشنز في مصر. كمان في مبادرة رئاسية اتعملت علشان يبقى في وحدات متخصصة للتشخيص والعلاج عن بعد، ودي بدأت من 2019، وده المرحلة الأولى بتاعتها كانت 150 وحدة، ولازال التجهيزات فيها شغالة، وفيها فعلا بدأت تستخدم، وبقى في يعني فيها ريفلكشن كبير جدا جدا على زيادة الحالات اللي هي بتستخدم التشخيص عن بعد. كمان على مستوى المنتال هيلث، في دلوقتي بقى في البلاتفورم للمنتال هيلث، ودي الحقيقه بتقدم خدمات مختلفه على مستويات مختلفه، من اول الهيلث ايديوكيشن لحد الحاجات اللي فيها ثيرابي، يعني مش بس مش مجرد كونسلتيشن بس. طيب بالنسبه للاوبورتونيتيز والتشالنجز، يعني انا مش هقول مميزات وعيوب، انا هقول يعني هقولها بشكل مختلف شويه، ان زي ما كنت بقول في الاول ان يعني هي متغيره، الاوبورتونيتيز عماله بتتغير، لان بيظهر من كتر الانوفيشنز اللي بتحصل بتظهر اوبورتونيتيز اكتر، والتشالنجز كمان بتتغير، لان بقى في ستيبس خلاص تورز ان احنا نواجه التشالنجز دي. التن ايز دول يعني هم دول يعتبروا الديجيتال هيلث المثاليه. المفاجاه بقى ان دي يعني الساينتست اللي قال الديجيتال هيلث عباره عن 10 ايز دول، هو كان يعني بيحاول يعمل فورميليشن للديجيتال هيلث او الاي هيلث، فهو كان بيتكلم او عايز يقنع الناس ان الاي دي ان كانوا دايما الناس لما بتسمع اي هيلث
فعلى طول البرسبشن بتاعهم للترم ده كان بيروح خلاص ان دي حاجه الكترونيك، دي حاجه فيها تكنولوجي، دي حاجه بعيده عننا شويه. فهو عايز يقول لهم ان الاي لا، هي حاجات تانية كتير. يعني هو طلع 10 ايز وضاف عليهم كمان ثلاثة، يعني بقوا 13 اي غير الالكترونيك. فهو ده الاي هيلث المثالي يعني. فلو اتكلمنا عن الاي هيلث فهنقول ان هو بيزود جدا في الافيشنسي، لانه طبعا من لما الداتا بتبقى، يعني احنا بنتكلم دلوقتي عن انفورميشن وداتا على عن مريض، فده اكيد بيقلل جدا ان يحصل مثلا اعاده لاكزامينيشنز معينه، او يعني بتوفر في الوقت وبيوفر في الجهد وبيوفر في الكوست كمان. فاكيد الاي هيلث بقت بتساعد على الافيشنسي بشكل كبير. انهانسينج كواليتي برضو داخل فيها التايم والكوست، وكمان السيرفيس، مستوى السيرفيس اللي بتتقدم. لان زي ما قلنا هنا برضو الافيشنسي معناها ان هو الشخص ده مش هيحتاج يعيد الاكزامينيشن، لان الداتا موجوده، فمش هيحتاج ان هو يعيدها مره تانية. فاكيد ده بيساعد على ان هو ياخد التشخيص بشكل اسرع وبشكل احسن، فده بيساعد على الكواليتي. evidence based، لان كل الداتا دي بتتحول بعد كده للريسيرش، فبيبقى الدياجنوزز اللي بيتقال او الحاجات كلها بتبقى جديده وبتبقى كلها evidence based. الامباورمنت والانكارجمنت دولت متعلقين بالبيشنت، لان هو هنعرف دلوقتي ان هو البيشنت رول في الديجيتال هيلث مهم جدا. هو كل حاجة بتعتمد على الداتا اللي بتيجي من البيشنت، فهو الرول بتاعه محتاجين ان هو يبقى empowerment، يعني ان هو يبقى engaged اكتر في البروسيس بتاعة الديجيتال هيلث، وكمان ان هو يبقى فيه دكتور بيشنت relationship عالية، بحيث ان احنا نضمن الاوتكم يبقى افضل. الeducation هنا لليوزر او للبيشنت والبروفايدر كمان. enabling لان هي بتحقق الاوتكمز بشكل اسرع، و extending لان هي بتوصل لناس ممكن يكون ما عندهمش الهيلث سيرفيس اون سايت. الاثكس بتاعتها دي لسه questionable، لسه يعني مش كل الناس واضح بالنسبه لها ايه هي الاثكس اللي ريليتد للتالي ميديسن بحد يعني بشكل، او التالي هيلث بشكل خاص. لكن هو اول ما ظهرت الديجيتال هيلث قالوا ان هو الاثكس هتبقى هي نفس الاثكس بتاعه الميديكال اثكس بشكل عام يعني. واكويتي زي ما قلنا ان لما اتعامل بشكل فيه انا بتعامل مع الداتا بتاعه البيشنت، او بهتم ان كل الناس يوصل لهم الديجيتال هيلث، فانا بحاول ان انا اسرع وصول الهيلث سيرفيسز للناس كلها، فانا كده بحقق الاكويتي. وزود عليهم كمان ان هي easy to use و entertaining و exciting. فهو ده يعني اللي كان عايز يقوله عن الاي. والمفاجأة ان ده كان الستادي دي كانت اتعملت في 2001، فيعني احنا مش بنتكلم عن حاجة مثلا من 10 سنين او حاجة، احنا بنتكلم من 20 سنة واحنا بنتكلم في مفهوم الاي هيلث. دي هنا التشالنجز، التشالنجز بتاعت الاي هيلث ان هي اكسلريشن عالي جدا جدا، كل يوم بتتغير، كل يوم في انوفيشن بشكل مختلف. محتاجين جدا جدا ان يبقى الورك فورس عندهم الاويرنس وعندهم الكاباسيتي الكافيه علشان التعامل مع الديجيتال هيلث، وبحيث ان هو نحوله لشيء بوزيتيف ونقلل جدا جدا التشالنجز بتاعته. البيشنت رول زي ما اتكلمنا دلوقتي انه لازم البيشنت يبقى انجيج بشكل كويس، ولازم يبقى فاهم الدور بتاعه، ولازم يبقى عنده اويرنس كمان باستخدام الديفايسز عشان يعمل الكوميونيكيشن المطلوب. في تكنيكال وريجولاريتي ايشوز طبعا كبيره جدا جدا. التكنيكال ايشوز اللي ليها علاقه باستخدام الديفايسز ديت سواء للبيشنت او للبروفايدر حتى للدكتور يعني. والريجولاريتي ايشوز طبعا اللي داخل فيها الاثكس وداخل فيها الكواليتي وداخل فيها حاجات كثيره قوي. طيب بالنسبه للاوبورتونيتيز، قلنا ان هي لازم يعني بعد ما بناخد الداتا وبنعتمد كل حاجه هتبقى evidence based، فاكيد هنوصل للoptimized diagnosis.
والميزة جدا الكبيرة في الديجيتال هيلث إن هي بتعمل ريموت مونيتورينج، فده بيبقى يعني شيء مهم جدا جدا للفولو أب، وكمان بيساعد إن يعني مش كل الناس هتحتاج إن هي تعمل فيزيتس كتيرة، فبيقلل الفيزيتس للدكتورز، فده طبعا بيوفر الوقت بشكل كبير قوي قوي، وبيوفر المجهود والكوست. الكونكتيفيتي والانجومينج فيدباك دول مهمين، علشان زي ما قلنا كل ما بيبقى فيه فيدباك والداتا بتبقى اكتر، يعني الانفورميشن اللي جاي او الريليتد للبيشنت ده بتبقى اكتر وبيتعمل لها اناليسيس بشكل احسن، كل ما بيبقى الاوتكم اكيد بيبقى افضل. وطبعا الداتا دي لما بتستخدم في الريسيرش ونوصل ل يعني حاجات كلها evidence based، فاكيد ده هنوصل ل efficiency اكتر و effectivity اكتر. هنا بقى لو بتكلم عن ال challenges وال opportunities بس من ناحية ال user، يعني احنا لو اتكلمنا بقى من ناحية ال patient نفسه، هو شايف ازاي ال challenges؟ هنلاقيه ان هو ناس كتير هي مش عايزة تستخدم الديجيتال هيلث او مش عايزة تتعرض للموضوع التكنولوجي في مجال الهيلث كير بالذات، لان هي اصلا يعني ما عندهاش استعداد للتشينج او الفير اوف تشينج، فبيبقى في ريزيستنس طبعا عالية جدا جدا، خصوصا الناس اللي هي بتبقى قلقان على الداتا بتاعتها، وده الحقيقة حاصل، يعني هو يعني موجود دلوقتي فعلا الناس ما بتقدرش ان هي تدخل على الموبايل ابليكيشن وتعمل تحط البيانات بتاعتها وتعمل ريجستريشن، فده طبعا دي تشالنج كبيرة جدا. الكونفيدنشياليتي والتكنيكال ليتريسي دي من الحاجات المهمة، لان في ناس مش بتعرف لحد دلوقتي ان هي تدخل على موبايل ابليكيشن وتعمل ايه وتمشي ازاي وتدوس ازاي، ودي فعلا برضو تشالنج تانية. الكوست تشالنج، لان احنا برضو في ناس بيبقى بالنسبه لها الكوست بتاع الانترنت والكوست بتاع الديفايسز والكوست بتاع استخدام التكنولوجي ده والمتابعه في حاجه صحيه عن طريق التكنولوجي ديت بالنسبه لها كوستلي. برضو الاوبورتيونيتيز زي ما قلنا ان الكواليتي في يعني بتبقى احسن، والكونكتيفيتي مع الدكتور دي بتبقى اكتر لان بيبقى في ريموت مونيتورنج، فده بيوفر للبيشنت ان هو بيبقى على طول على تواصل مع الدكتور، وبيوفر طبعا في التايم، وبيوفر في الكوست ان هو يروح لاكتر من فيزيت، وممكن هو يتكلف مثلا ترانسبورتيشن او ممكن يروح من مكان بعيد يعني من مثلا محافظه لمحافظه تانية، فده برضو بيبقى فيه توفير للكوست. طيب بالنسبة للنقطة بقى المهمة جدا اللي تهمنا كلنا، regulations والethics وإيه اللي حاصل فيهم لحد دلوقتي. أول حاجة أو أول جهة بدأت تحط statements للethics بتاعت التالي medicine هي كانت ال World Medical Association، وده كان من 2007 وحصل فيها تعديلات لحد 2018. في جهة تانية برضو اللي هي الأمريكان ميديكال أسوسيشن، برضو دي في 2013 عملت جايدنس للتالي هيلث والتالي ميديسن، والحقيقة الجهتين يعني أنا قريت الستيتمنتس بتاعتهم، هم بيتفقوا على برينسيبلز محددة، وهي إن لازم تقديم السيرفيس عن طريق الموبايل لازم ما يكونش فيها اي فاينانشال، يعني لازم يبقى في ديسكلوجر للفاينانشال او الانترست الثانيه، عشان ما يبقاش ما ندخلش في الموضوع اللي هو يبقى كوميرشال اكتر ما هو هيلث سيرفيس. كمان بروتكتنج البيشنت برايفسي والكونفيدنشاليتي من اهم الحاجات اللي برضو جت في الستيتمنتس بتاعتهم، بلس ان لازم يبقى في توعيه للبيشنت، وفي برضو توصيات بان يبقى فيه consent من البيشنت ان هو فاهم ان السيشنز اللي هي بتتعمل ريموتلي دي هي ليها limitations بتاعتها، والسيرفيس ديت ليها limitations وهي مش بديله للفيس تو فيس سيرفيسز. ودي مجموعه من الستاديز اتعملت يعني خلال الفتره اللي فاتت عن التالي ميديسن ethics، يعني برضو لو حد حابب ان هو يقراها في ستاديز كتير، وكمان اتعمل بقى عندنا ستاديز مش بس من الهيلث، لا ده كمان من كليات حقوق بدأ يتعمل فيها ستاديز عن التالي ميديسن
ethics او من ناحيه مش كمان مش الاخلاقيات، هو من ناحيه القانون نفسه ومقارنات ما بين القوانين وبعض في مجال التالي ميديسن. طيب بالنسبه للكواليتي ستاندردز بقى برضو حاصل ايه في الحته ديت على مستوى التالي ميديسن؟ هم لقوا ان الديجيتال هيلث بتساعد على يعني امبروفمنت لدايمنشنز كتيره في الكواليتي. يعني وجود الديجيتال هيلث بيساعد على البيشنت سيفتي، يعني مثلا زي كاكزامبل في وقت الكوفيد حصل ان احنا يعني ده ساعدنا ان احنا نقلل الكونتاكتنج وعملنا ديستنسنج باستخدام الديجيتال هيلث، فده ساعد جدا على البيشنت سيفتي. وكمان لما بيحصل بيبقى فيه الداتا مظبوطه والاناليسيس بتاعت الداتا مظبوطه وتعمل له البروسيجرز صح، فده اكيد برضو بيأثر جدا او بيساعد جدا وبيحسن البيشنت سيفتي. الكلينيكال اوتكم اتكلمنا عن النقطه دي واتكلمنا ازاي ان هو الداتا والاناليسيس بتاعتها بتساعد في النقطه دي، بيبقى في بروبر دايجنوسيس وفي ريموت مونيتورنج والميديكيشن بياخده بشكل مظبوط، فده اكيد بيخلي الاوتكم افضل. بالنسبه للبيشنت اكسبيرينس دي يعني معناها ايه او ازاي ان احنا بنعمل لها ديتكشن؟ دي بقى من الاناليشنز مع بعض، يعني احنا ناخد داتا من بيشنتس مختلفين ونبتدي ان احنا نعمل اناليسز ونطلع في الاخر ايه افضل حاجه او افضل اكسبيرينس ممكن ان هو يعني او سيكونس للسيرفيس ممكن نقدمها للبيشنت. والفاليو هم يقصدوا هنا بيها الكوست، لان طبعا استخدام الديجيتال هيلث هو كوست افكتيف جدا جدا وافيشنت جدا جدا في اطار الاستخدام بتاعه، يعني في حدود الاستخدام وحدود الحاجات اللي ممكن نستخدمها او نطبق فيها التالي ميديسن، فهو فيري كوست افكتيف. طيب هل في جهات بقى فعلا عملت يعني بتعمل accreditation او بتدي quality للديجيتال هيلث؟ وايه يعني هنعمل ايه للديجيتال هيلث؟ يعني ايه هو الكواليتي مثلا الليفلز المختلفه للديجيتال هيلث عشان نقدر نقول احنا هنعمل accreditation؟ هل هنعمل accreditation مثلا للموبايل ابلكيشن، ولا نعمل accreditation للويب سايت، ولا نعمل accreditation للسيرفيس نفسها، ولا نعمل اكريديتيشن للشركات اللي بتقدم مثلا السولوشنز او اللي بتقدم النتوركس وبتقدم الحاجات اللي بتعمل انيبلنج للديجيتال هيلث؟ الحقيقه في جهه اللي هي اليوراك، دي جهه بتدي فعلا اكريديتيشن. وعلى فكره كمان يعني هو مثلا احنا عندنا هنا من اكزامبلز الابلكيشن في مصر، هنا جامعه عين شمس عملت الكترونيك هوسبيتال وخدت الاكريديتيشن من اليوراك. فالموضوع يعني مش حاجه لسه جديده، يعني هو احنا يعني اوريدي في الكواليتي ميجرز والكواليتي اسبيكتس موجوده، وبقى في جهات فعلا بتدي اكريديتيشن لاستخدام الديجيتال هيلث. احنا عندنا هنا في مصر الهيئه العامه للاعتماد والرقابه الصحيه برضو الحقيقة عملت دور يعني كبير في المجال بتاع جودة الخدمات المقدمة عن طريق التطبيب عن بعد. وخلال الفترة اللي فاتت دي تحديدا في مايو 22 حصل سلسلة كبيرة من ورش العمل، وشارك فيها هيئات كتير جدا جدا منها طبعا وزارة الصحة ونقابة الأطباء وهيئات تانية كتير، علشان يتحط فعلا إطار للجودة والأخلاقيات بتاعة التطبيب عن بعد. طيب في كمان الحقيقة يعني احنا عملنا حاجة بسيطة كده جدا، عملنا تريننج موديول عن الكواليتي ستاندردز بتاعة الموبايل ابليكيشنز وبتاعة الويب سايتس، من منظور او من البرسبكتيف بتاع اليوزر.
الناس زي ما قلنا لقينا كتير قوي قوي نسبة كبيرة بيدخلوا على الإنترنت علشان الـ health information، ومع الـ infodemic اللي كانت موجودة. فعملنا المقارنة دي ما بين الناس، هل هي تعرف إن مثلا أنا عشان أدخل على ويب سايت لازم أبقى عارف أو حاجات معينة لازم أدور فيها أدور عنها يعني في الويب سايت ده عشان أقدر أعرف فعلا هو إيه الكواليتي بتاعته، يعني في كواليتي ستاندردز للويب سايت اللي أنا ممكن أخد منه معلومة، خصوصا المعلومة الصحية. وفي نفس الوقت برضو في كواليتي ستاندردز للموبايل ابلكيشنز، جزء منها بيبقى ليه علاقه بالحاجات التكنيكال، وجزء منها ليه علاقه بالسيرفيس نفسها او بالمعلومات الصحيه نفسها. فعملنا الموديول ده، واول خطوه كانت ان احنا نقول للناس او نقول للبارتيسيبنتس ايه هي الستاندردز، ونعرفهم ازاي يدوروا على الستاندرد دي جوه الابلكيشن او جوه الويب سايت، وبعد كده من خلال استخدامه بقى للويب سايت او الابلكيشن ايه هي الاوبريشنال كريتيريا، او ده الخطوه دي ايه الريفلكشن بتاعها على الكواليتي ستاندرد المعين ده. وعملنا التريننج موديول ده، وبعد كده ابتدينا نعمل لهم اسسمنت للنولج بتاعتهم، واسسمنت لمستوى الانفورميشن اللي هم بياخدوها. يعني احنا الحقيقه عملناه على يعني مستوى التحسن في اللايف ستايل، فلقينا يعني فرق كبير، ولقينا ان هو فعلا الموضوع يعني ما كانوش يعرفوا اصلا، يعني اغلب الناس ما كانتش تعرف خالص ان في ستاندرز وفي حاجات لازم ادور عليها قبل ما استخدم التكنولوجي. فيعني اتمنى ان هو الاويرنس يعني يبقى زايد، مش بس لينا احنا كبروفايدرز، لكمان للناس اليوزرز، لان هو حي يعني ده هيساعد ده يعني الحقيقه. دي الريفرنسز بتاعه السيشن لو حد حابب يرجع ليها في اي حاجه، ولو حد عنده اي سؤال انا كده خلصت. لو حد عنده اي سؤال and thank you so much. شكرا جزيلا دكتوره رضوى على المحاضره الجميله دي. هي المحاضره دي زي ما يقولوا كده خدنا من كل بستان زهر الحقيقه. انا حاولت ان يكون كده فعلا، ان يكون يعني ما اطولش على حضراتكم لان هو الكلام كتير الحقيقه، وانا يعني مش عايزه ازود في حته معينه، وبحيث ان احنا نبقى خدنا ايه يعني فكره كده عامه على كل الاريز المهمه في الموضوع. يعني حته الاثكس في ديجيتال هيلث او الاي هيلث يعني دي لوحدها عايزه لها سيشن. حته الكواليتي والاكريديتيشن والاعتماد للمستشفيات الالكترونيه، انا الحقيقه بالنسبه لي معلومه ان جامعه عين شمس عملت مستشفى الكترونيه دي معلومه كانت جديده، واعتمدت كمان دي معلومه اجدد. لا فعلا حصل دي برضو عايزه لها قاعده لوحدها. حته قانون التطبيب عن بعد وي ار ان نيد، لان احنا خلاص بقينا في عصر او في ايرا بتاعه الديجيتال هيلث، فيجب فعلا وضع قانون ينظم التعامل عن طريق الوسائل الالكترونيه بصفه عامه. يعني هو ده فعلا يعني بدا خلاص، يعني بدا يتحط في الاليه بتاعته. يعني انا عشان كده انا بقول خدنا من كل بستان زهره، واحنا عندنا يعني سيشنز او عندنا يعني هو ده الهدف الحقيقه من اللقاءات بتاعتنا، ان احنا يعني نعرف اساتذتنا او مش نعرف اساتذتنا طبعا احنا اقل من ذلك، بس نلقي الضوء على بعض المواضيع اللي تكون حافز لاساتذتنا وزملائنا للبحث والتعمق فيها التعمق فيها ليتر. مساء الخير يا دكتور تامر. ليس بمستغرب طبعا ان محاضره يعني بتاعتك تكون متميزه، انت خارجه من مدرسه عريقه انا اتشرف بالانتماء ليها، فأشكرك مرة أخرى. شكرا لحضرتك والأساتذتي والحضور، ويعني بجد أشكركم كلكم. طبعا هفتح دلوقتي باب الأسئلة هفتحه دلوقتي. بليز ريز هاندز عشان يعني بترتيب رفع الإيد أنا هحدي الكلمة. يعني أنا عندي الأستاذ الدكتور جلال الدين، ده تشرف الحقيقة بوجوده معانا، هو أستاذ كمبيوتر ساينس ووجوده يعني إضافة كبيرة لينا. فدكتور جلال كان طالب الكلمة والمداخلة من فترة، فتفضل دكتور جلال، بعد كده دكتور أيمن، بعد كده دكتورة إنجي، بعد كده دكتورة مي صلاح. دكتور جلال اتفضل يا فندم.
متشكر جدا دكتور تامر. حضرتك سامعني؟ سامعينك يا فندم، اتفضل. استحيل مستلف هيدفون فمش متاكد اذا كان الصوت واطي ولا لا. اولا بشكر دكتوره رضوى جدا جدا على المحاضره المتميزه جدا فعلا يعني، وبشكر دكتور تامر على يعني الفيجن بتاعته والاكتيفيتي العظيم اللي بيعمله في الكليه والسيمينارات الجميله دي. انا بس يعني انا طبعا انا استاذ نظم معلومات، هندسه نظم معلومات في كليه حاسبات الذكاء الاصطناعي جامعه القاهره، وكان لي الحقيقه نشاط قريب في موضوع الديجيتال هيلث والبالذات الانتراكشن ديزاين وحاجات زي السيفتي في الميديكال ديفايسز وحاجات كده. فانا سعيد جدا اشوف حجم الشغل ده. الحقيقه اعترف ان جزء كبير منه ما كنتش عارف انه موجود في مصر، انما دي حاجات هايله جدا. انا بس حابب اركز على حته الحاجات اللي عملتها وزاره الاتصالات عشان تسهل الاستخدام او تتيح الخدمات ديت. فهل ممكن بس قلنا اكتر ايه اللي حصل؟ لان الحقيقه دايما بقول المبادرات الحلوه دي كلها بتقف عند حته الكونكتيفيتي والبروفيجن اوف انترنت كونكتيفيتي للسيكتور كفايه من البوبوليشن بحيث يبقى فاهم يعني التالي ماتسن والتالي هيلث افيلبل بشكل اكبر. لان احنا طبعا في مصر الحقيقه اعتقد عندنا هيوج بوتنشال من ناحيه الهيومن ريسورسز والاكسس للهيلث سيرفيسز مش كفايه خالص على حجم البوبوليشن. فده بالنسبه لنا امل كبير جدا، انما بلاقي ده من الاستامبلينج بلوك حته الانترنت كونكتيفيتي. فممكن تعلق الحته دي توضحيها اكتر؟ شكرا دكتور رضا. والله يا فندم حضرتك اللي تقول لنا الحته دي الحته دي عند حضرتك. بحضرتك قلتي ان وزاره الاتصالات سهلت. انا بصراحه يعني منتهى الصراحه انا شايف ان الاكس الانترنت مش كفايه من حيث الكواليتي، من حيث الريلابيليتي، من حيث الكوست. طيب حضرتك اللي تقول لنا دي. طيب ما انا حضرتك قلتي عكس اللي انا بعتقده، فانا حابب اصحح معلوماتي يعني. ان في بوزيتيف كونتريبيوشن لوزاره الاتصالات، مش بس التسهيلات اللي قدموها ان يبقى في مثلا هيلث ابلكيشنز وكده. يعني احنا لو ما كانش عندنا خطه واضحه ان نخلي الانترنت كونكتيفيتي اكسسبل لقطاع عريض من البوبوليشن، وممكن طبعا ناخد في الاعتبار اليوزر كاركترستكس، يعني حته اليوزابيليتي واليوزر سنتر ديزاين دي مهمه جدا. لان عندي قطاع من البوبوليشن ما بيعرفش يقرا ويكتب، ممكن يكون عنده موبايل فون. حضرتك قلتي مثلا ان نسبه الموبايل فون اونرشيب عاليه جدا، بس ما قلتيش مثلا نسبه السمارت فونز قد ايه، واللي هي بيبقى بنعمل لها ديبلويمنت للموبايل ابلكيشنز وكده. فالحته ديت يعني اعتقد unless you can persuade me otherwise، انا شايف انها محتاجه attention عالي قوي، ومحتاجه يعني concerted effort من الجفرمنت ان يبقى في strategy ان الحاجات دي تبقى available وaccessible وreliable وat at the reasonable level of cost. يعني مثلا من الحاجات اللي بتطبق فيها اتفضلي. بالنسبه لي يعني انا بالنسبه لي او بالنسبه لل يعني يعني انا بشوف من ناحيه الهيلث مش من ناحيه التكنيكال. مفهوم. حضرتك اكيد يعني ايه نظرتك يعني من ناحيه التكنيكال اعلى مني بكثير. انا يمكن بشوف ريزلتس يعني، او يمكن بشوف مثلا زي ما قلت لحضرتك احنا قسنا فعلا يعني احنا عملنا فعلا ستادي، هي طبعا ما كانتش متوسعه قوي، لكن احنا خدنا البرسنتجز او الانديكيتورز بتاعه وزاره الاتصالات، وحاولنا ان احنا نعمل ستادي مصغره عشان نشوف فعلا زي ما حضرتك بتقول كده يعني على مستوى مثلا الميديكال ستودنتس كسامبل يعني. تعال وسابر كسيرس. تمام. هو الصوت مش عارفه عند حضرتك ولا زي ما حضرتك قلت. لا احنا قسمناها يعني احنا جوه بقى الاستادي، لا احنا فعلا احنا دورنا على السمارت فونز قد ايه يعني، بس انا ما حبيتش ان انا املى البرزنتيشن يعني ارقام كتير يعني، حاولت ادي فكره بس ان هو يعني قد ايه الموبايل يوزرز، لكن لا الموضوع متقسم اكتر من كده وفي ديتيلز طبعا كبيره جدا جدا. وفي يعني زي ما قلت حضرتك يعني هي مش بس كان من سنتين وقت ما عملنا الاستادي دي كان كل الانديكيتورز بتاعه وزاره الاتصالات اللي هو التسهيل مش عارفه اكمل في بس مش عارفه كلمه ايه انا اسف. لا كنت بقول لحضرتك يعني ان هو يعني وقت ما عملنا الاستادي كان فعلا كانت المعلومات من وزاره الاتصالات ان احنا كنا بس بنبص على قد ايه الكفرج. تمام. لكن دلوقتي لا يعني مع دخول الديجيتال هيلث مع يعني هي وزاره الاتصالات دلوقتي بقى بتبص لدعم الديجيتال هيلث بالذات، مش مجرد ان اليوزرز يزيدوا، لا مفهوم. بتدعم المبادرات كمان اللي هي بتاعه التشخيص عن بعد.
بس معلومات الاكتر من كده عند حضرتك بقى. حضرتك اللي هتفهمنا اكتر. طيب شكرا دكتور عضوة. عفوا يا فندم. عفوا الصوت مش جامد. بس جامد قوي. ايوه تمام. انا ماشي يعني حد الكلمه بترتيب ريزنج هاندز. فدكتور ايمن سالم، بروفيسور ايمن سالم اتفضل حضرتك. اتفضل دكتور ايمن. دكتور ايمن هو واضح ان في مشكله في المايك عندك لان احنا مش سامعينك. طيب انا يعني قبل ما تحل المشكله هرجع لحضرتك مره ثانيه. دكتوره انجي الغيطاني اتفضلي يا فندم. مساء الخير على حضراتكم. طبعا انا بشكركم جدا، بشكر دكتور تامر يعني على الافكار الهائله دي، وبشكر الدكتوره رضوى طبعا على المحاضره الرائعه يعني اللي حاولت تغطي كل البوينتس يعني. انا بس حابه ان انا انجي غيطاني، انا استاذ صحه مناطق حاره في المعهد العالي للصحه العامه في جامعه اسكندريه ووكيل المعهد. انا بس بالمناسبه حابه انوه ان احنا عندنا المؤتمر السنوي بتاعنا هيكون عن الموضوع ده، عن التالي هيلث، واللي هيكون في اخر نوفمبر ان شاء الله over two days يعني. فأتمنى طبعاً المشاركات الجميلة دي تكون موجودة عندنا in details بقى. طبعاً المحاضرة حاولت تدي head lines كده، فإحنا محتاجين طبعاً التفاصيل دي والمشاركات بتاعت حضراتكم جميعاً تكون موجودة معنا. أنا ممكن أبعت لحضراتكم الويب سايت. وبالمناسبة إحنا معنا وزارة الاتصالات هتكون موجودة وهيكون لها session تقدر توضح طبعا كل النقط بقى اللي احنا بنستفسر عنها دي، وهتتكلم عن المبادرة الرئاسية بتاعت التشخيص عن بعد برضو، وهيكون الممثلين والقائمين على هذه المبادرة برضو موجودين معانا، وممثلين طبعا وزارة الصحة عن التجربة في أثناء الكوفيد، وكل الكلام ده هيكون موجود بإذن الله. فأتمنى ان حضراتكم جميعا تشاركونا يعني الحدث ده وتشرفونا يعني، واشكركم جدا. ان شاء الله يا دكتوره انجي، وتشرف ان حضرتك كنت موجود معانا. انا على تواصل مع دكتوره هبه عميده المعهد، وبالفعل ارسلت لي اللينك بتاع التسجيل في المؤتمر، وانا عممته عندنا في بني سويف وهعممه على جروب الكونتينوس ميديكال ايدوكيشن. وشكرا لمداخله حضرتك، شكرا جزيلا. دكتوره مي صالح اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مبدئيا طبعا بشكركم على المحاضره، وشكرا جدا دكتورة رضوى ودكتور تامر. هو الموضوع فيري كريتيكال، والفكره ان احنا دلوقتي يمكن ما اتكلمناش عن كم ابلكيشن مصري او كم ويب سايت مصري بيقدم خدمه، حتى لو كان على مستوى البيزنس الخاص. فاذا كان فعلا في ولا ما فيش، ووصلوا لدرجه ان هم يكونوا حاجه يعني valid وحاجة نقدر فعلا ان احنا viable والناس تقدر تستخدمها وليها users وليها contribution في المجتمع ولا لا. دي نقطة. النقطة الثانية، معظم wearables and so on بتشتغل على vital signs ممكن تكون ليها علاقة بالقلب او ليها علاقة بالتنفس او 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 درجات الحرارة وحلول المجرى. بس بالنسبة لل wearables اللي ممكن تكون بتقيس حاجات في البرين، brain imaging او اي نوع من انواع التكنولوجي اللي ممكن يكون بيربط البرين ايميجينج بالهيلث سيرفيسز، اعتقد ان الحته دي لسه كده فيج. وكنت عايزه اعرف لو كان في مصر في انكيوبيتورز او في اي انيشيتيفز ممكن تساهم في حاجه زي كده، لان انا يعني عندي شويه كونتريبيوشن في المجال ده، بس عندي مشكله في التكنولوجي. يعني عندي ثيوري وممكن يكون بروف اوف كونسبت، بس عندي مشكله في التكنولوجي وفي الابلكيشن. فيعني يا ريت لو حضرتك او اي حد حتى من الاودينس ممكن يعني يساعدني في الجزئيه دي. شكرا. شكرا يا فندم. انا بس الحقيقه انا ما عنديش حاجه يعني معلومه سبيسيفيكلي اللي حضرتك طلبتي، فلو حد موجود يعني يعرف حاجه زي كده يعني انا الحقيقه ما قريتش حاجه زي كده. يعني هو بالفعل مثلا دايما الاي سي جي. ايوه انما الاي اي جي
دكتور جلال يعني طلب يعني رفع ايده تاني للمشاركه، فممكن يكون بروف جلال ورد. اتفضل بروف جلال. الله يخليك، اهلا. طبعا يعني المجال ده مهم قوي ويسعدني ان احنا نحاول نلاقي حل مع بعض. انا طبعا باعتباري في كليه حاسبات وذكاء اصطناعي سنويا عندنا طلبه كتير سواء بتدور على افكار لمشاريع البكالوريوس او طلبه ماجستير عايزه تلاقي ابلكيشن وديتا للحاجات اللي هم عايزين يعملوها، وعندي تيم صغير كده من المعيدين اللي اشتغلوا معايا في موضوع اليوزابيليتي. انا بدرس اليوزابيليتي انجينيرنج في الجامعه، يعني هيبقى لطيف جدا ان احنا نتعاون في هذا المجال. انا دايما هي بدعو للتعاون على مستوى مشاريع الطلبه، يعني دايما طلبه البكالوريوس الماجستير والدكتوراه عايزين اكسس للديتا وعايزين ناس اكسبرتس في الدومين نفسه يشتغلوا معاهم. فباي اول مينز يعني مور ذان ويلنج ان انا اتعامل في الموضوع دوت. اسمح لي دكتور تامر هضيف يعني فيري شورت نوت من الشغل بتاعي. انا متخصص في اليوزابيليتي ستاديز وفي اليوزابيليتي انجينيرنج واليوزر سنتر ديزاين، وده المجال اللي كنت بتعامل فيه مع جامعه لندن يو سي ال بالتحديد. عندهم كان انستيتوت اوف ديجيتال هيلث، حاليا اندمج مع انستيتوت اوف هيلث كير سيستمز انجينيرنج، وعاملين شغل كويس جدا في مجال السيفتي بتاع الميديكال ديفايسز وكده. فلو في انترست في سواء في الحضور او حد يعرف حد، ام فيري انترستد ان احنا نعمل زي ريسيرش جروبينج في مصر. طبعا مش سبيسيفيك لجامعه معينه، هيبقى بيلم يعني من كل المعاهد العلميه والمراكز البحثيه والجامعات اللي مهتمه بالموضوع ده. انا طبعا موضوع في منتهى الخطوره ودي يعني بعد قومي مهم جدا زي ما قلت. I'd love to يعني connect up مع الناس اللي اهتمام في الموضوع دوت، ونشتغل بقى. عايزين applications، عايزين ناس programmers يطوروا systems، عايزين ناس في متخصصين في usability studies. وانا مبسوط جدا دكتور رضوى اشارك الموضوع. انا حقيقه اسعد يا فندم، يعني انا interested في كل اللي حضرتك بتقوله ده، وبدور على حد يكون وبدور اصلا على حد في الحته دي. انا يعني برضو اشتغلت في اليوزر experience ان انا اكون يعني حلقه الوصل، بما ان احنا عندنا يا ريت والله. دي يعني فعلا سعيده جدا باللي سمعته ده دلوقتي. يعني من يرغب في التواصل مع الدكتور جلال ممكن يتواصل معي مباشره، لان انا مش عارف ان انا يعني اناونس دلوقتي وسيله التواصل مع بروف جلال حاليا. فانا هوصلكم ببعض، ويعني بالعكس يعني هيكون فايده لمصر كلها والعالم. دكتور ايمن سالم صلح الكونكشن بتاعته، اتفضل دكتور ايمن. وبعد كده عندنا دكتوره لبنى وكده دكتور سبق ودكتوره ضياء. دكتور ايمن اتفضل يا فندم. انا محتاج ميوت. دكتور ايمن حضرتك لسه ميوتد. دكتور ايمن في واضح ان في مشكله في الصوت عندك. طيب خلينا نرجع للدكتوره لبنى وهرجع لحضرتك تاني. دكتوره لبنى اتفضلي يا فندم. مساء الخير على حضراتكم دكتور تامر. انا شاكره جدا يعني السيشن دي دكتوره رضوى، حضرتك كنت رائعه الحقيقه. انا بس let me introduce myself. انا اسمي لبنى الجمل، انا consultant critical care. highly interested بفكره الميديكال اديوكيشن، وليا كونتريبيوشن في التلي كونسلتيشن البروجرام اللي بيحصل في وزاره الصحه، سبيشالي ايام الكوفيد والكونسلتيشنز اللي كانت بتتعمل في الاي سي يو. فالحقيقه ان انا highly interested باللي حضراتكم بتقولوه النهارده. بس انا اي هاف يعني مش عارفه اذا كان دوا في السكوب بتاعنا ولا لا. انا خدت بالي ان حضرتك في الانتر يعني في التعريف بحضرتك بتقولي ان حضرتك تلي ميديسن كونسلتنت. So أكيد في دراسة ما ممكن ندرسها بجانب التخصص الأساسي أو whatever تساعدنا مثلا. فهل في مثلا حاجة حضرتك ممكن تريكومند إن أنا أذاكرها أو إن أنا أتتش ليها، درجة علمية ما، كورسز معينة، ماستر ديجري معينة؟ هل ده موجود فعلا ولا لأ؟ ده speech number one. Another note، انا تعليقا على اللي الدكتوره مها بتقوله ان فكره ان احنا في افكار بس الافكار دي ما بتتعملش. انا ليا اكسبيرينس سابقه شويه ان انا كنت بحاول اعمل ابلكيشن خاص بالعيانين النيورو كريتيكال، سبيشالي عيانين الستروك. عيانين الستروك احنا عندنا ويندو، هو لو ما جاش اثناء الويندو ده هي يعني انا خلاص شكرا كده، بيرمننت دامج وخلصنا على كده. فانا الحقيقه ان انا حاولت ان انا اعمل application related لموضوع الستروك ويندو بالذات، الثلاث ساعات ونص اللي العيان لازم ياخد فيهم ثرومبوليتك ثيرابي ده.
وكان ليا تواصل. الموضوع هايلي اكسبنسيف يعني، لما تواصلت مع ناس من واحد لواحد وصلوني لحد يعرف يعمل الابلكيشنز ده، هي سبيشال ميديكال ابلكيشن، بس الموضوع كان هايلي اكسبنسيف عليا كفرد يعني. فانا تاني بكرر تاني طلبي مع دكتوره مها، لو فعلا في زي انكيبيتور او اي حاجه نحط فيها الافكار دي وتتعمل لنا او نساعد فيها، دي هتبقى يعني حاجه رائعه. انا اسف الاطاله وشكرا جزيلا. انا في حد عمل لي ميوت. لا يا فندم مفيش طلب ولا حاجه، الحمد لله ان احنا معانا بروف جلال وهو ويلنج ان هو تو كوبريت، فان شاء الله تبقى بدايه يعني، او السيشن دي تبقى بدايه لمجال تعاون باذن الله ما بين الديفرنت سبيشاليتيز. شكرا دكتور لبنى. طيب عندنا بالنسبه لفندم لموضوع السيرتيفيكت، لو في حاجه تدرس او تتذاكر، لو دكتوره رضوى حضرتك لسه معانا. دكتوره رضوى دكتوره رضوى حضرتك ميوتد. صوت كامل انا ميوتد كده؟ لا كده انت مش ميوتد ما شاء الله، احنا سامعين الصوت كده بس. انا دكتور تمام كده خلاص. ردي على دكتوره لبنى وبعدين دكتور ايمن معانا. لا هو انا ما عملتش ميوت بس مش عارفه ايه اللي حصل. لا هو في حد عمل لنا كلنا ميوت بما فيهم انا. تمام اوكي. انا يعني بصراحه انا ما فيش شهاده معينه يعني، انا كان كل شغلي كان في الدكتوراه على الجزء ده على الديجيتال هيلث وكل يعني والتطبيقات بتاعته. وبعد كده عملت يعني كنت بدور بقى على اي حاجه ريليتد للموضوع يعني، خدت حاجات بقى في الاثكس مثلا، حضرت حاجات فيها وحاجات كانت اونلاين، لكن كسيرتيفيكت خاص بالديجيتال هيلث يعني. انا في حد نصحني في دبلومز وحاجات في الاي يو سي، بس الحقيقه لسه انا ما تطرقت لهاش. لكن هو دلوقتي في ريكومنديشن اصلا ان احنا نبتدي ندخل الديجيتال هيلث ده في الميديكال اديوكيشن يعني، هو يبقى انكلودد يعني كحاجه انتيتي سيبريت انتيتي. فانا ما لقيتش حاجه شهاده لوحدها كده او سيرتيفيكت تخصص يعني. انا كل شغلي بناء على الدكتوراه وعلى حاجات انا خدتها on my personal basis. وبعد كده انا اشتغلت بقى يعني، انا اشتغلت في حاجات ليها علاقه بقى بالموبايل ابلكيشنز وباليوزر اكسبيرينس يعني، اشتغلت في الحته دي بقى في كل ما يتعلق ب يعني حته التكنيكال والحته الهيلث مع بعض. فلو حضرتك لقيتي شهاده يعني لوحدها كده يا ريت حضرتك تقولي لي عليها او ندور مع بعض بقى. شكرا دكتور رضا. دكتور ايمن اتفضل حضرتك قبل الصوت يروح. شكرا دكتور. اتفضل يا فندم. هل ممكن يبقى في كولابوريشن مثلا مع الحاسبات، مع كليه الحاسبات والمعلومات مثلا، ان يبقى في حاجه لينا للفيزيشن مثلا او يعني هيلث كير بروفايدر مثلا؟ هل ده ممكن يبقى بروبوزال؟ هنتواصل مع بروف جلال وهرجع لكم تاني باذن الله اذا في امكانيه او في اناونسمنت او في مجالات او وود لايك ايفن تو كونكت دايركتلي مع بروف جلال يعني. احنا استاذناه والراجل يعني مشكورا يعني ابدى تعاون كبير، فالحته دي تواصلي معايا فيها ليتر اون واحاول اوصل حضرتك للبروف جلال، ويبقى باذن الله تبقى فيه منتج جيد باذن الله للجميع. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. بروف ايمن اتفضل يا فندم. شكرا دكتور تامر. اولا بحييك على المجهود الرائع اللي بتعمله على مدى الشهور والسنوات السابقه بره مصر وداخل مصر. وبحيي دكتوره رضوى على البرزنتيشن الجميله الرائعه. بحيي كمان دكتور جلال، انكم استقطبتوا دكتور جلال. دكتور جلال هو عالم من اعلام الانفورميشن تكنولوجي في مصر وخارج مصر كمان، يسعدنا ان هو يكون موجود هنا. واعتقد ان هو كالمعتاد مش بس مجرد تيتشر، هو ترينر كمان، هو انترناشونال سيرتيفايد ترينر. تحياتي ليك دكتور جلال. عايز أتكلم على نقطتين أو ثلاث نقط صغيرين بسرعة كده فيما يخص الإي-هيلث أو الإي-ميديسن. والأهم عندي أنا شخصياً هو الإي-ميديسن اللي هو فيه براكتس وبنقدم فيه سيرفيس، منها الدياجنوزيس منها الأسسمنت والمانجمنت أوف كيسز.
وربما الكل ما يعرفش ان علاقتي ايه بالإيثكس. انا علاقتي بالإيثكس يعني عميقه وقديمه من 2004، وانا اتشرفت ان انا درست ودرست ولازلت بدرس ميديكال إيثكس في ميديك في القصر العيني حتى الان، والريسيرش إيثكس كسب سبيشاليتي في الميديسن ميديكال إيثكس. النقطه الاولانيه اللي هتكلم فيها هي الكوست. الكوست اللي اتكلمت فيها دكتور رضوى انها اعلى او اقل، في ناس قالت انها اعلى وناس قالت اقل، لكن النية تتجه ان هو تكون اغلى، ودي نقطه لازم ننظر فيها بعد كده. انا شايف ان مع الديفلوبمنت اوف تكنولوجي والطريقه اللي هتمشي بيها الاي ميديسن ان هو هيكون في منصات، يعني لن يترك الامر للموبايلات. يعني دكتور رضوى كانت قالت الام موبايل ابتدت تظهر ابلكيشن لاستعماله في الاي ميديسن، ولكن ده مش مبرر لاستعماله. لما نرجع ونطبق الاثيكال برينسيبلز على الاي ميديسن، لو قلنا ان الميديكال ايثكس البرينسيبلز اوف ميديكال ايثكس هي تو بي ابلايد في ريسيرش ايثكس، هي تو بي ابلايد في الكريتيكال كير، هي تو بي ابلايد في الاي ميديسن مع موديفيكيشنز، يعني سيم 4 اور 5 برينسيبلز بنطبقهم مع الكونتكست الجديد، فمش هنتخلى عن الكونفيدنشاليتي ولا جاستس ولا البنافيسنس ولا النون مالفيسنس للبيشنس ولا الاوتونومي اوف ذا بيشنت، هيفضلوا موجودين. وواحده منهم البنفيتس، يعني هل من مصلحه المريض ان احنا نشوف الاكس راي على موبايل صغير ولا على شاشه كبيره؟ طبعا دي دروباكس قابلتنا كتير في البراكتس في الاي ميديسن. يبقى التكنولوجي الاعلى هي اللي هتعلي الكوست، هي اللي هتزود الكواليتي، هي اللي هتبعدنا عن المالفيسنس او عن ضرر العيان، او عن ان احنا عشان نفيد العيان لازم نشوف اكس راي كويسه، وحاجات تانية كتير بتدخل في اللي ممكن بعد كده. ارجو انكم تكونوا سامعيني. دول النقطتين السريعه جدا. الاثيكال برينسيبلز انا عملت لها برزنتيشن سابقا في المؤتمر الجامعي اللي عملته النقابه علشان تقدم فيه الام هيلث، وكانت الحقيقه 10 دقائق عميقه، والكل كان مهتم قوي ان احنا ما نبقاش ان ايثيكال ولازم نطبق الايثيكال برينسيبلز. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا عاوز اكد عليها ان حتى الان، حتى هذه اللحظه، البراكتس اوف اي ميديسن از الليجال. نقابتنا تمنع بالماده 8 والماده 15 من الممارسه، وانا هقراها لحضرتك دلوقتي. لا يجوز للطبيب الجذب تشخيص مرض او التوصيه بعلاج من خلال بيانات شفويه او كتابيه او مرئيه دون مناظره المريض وفحصه شخصيا. فيس تو فيس اكزامينيشن از ا ماست في البراكتس اوف ميديسن بالقانون في البلد عندنا هنا. ودي لائحه اداب المهنه الكود اوف ايثكس الايجيبشن كود اوف ميديكال ايثكس اللي انا بقراها دلوقتي. الحاجه الثانيه هي ماده 8 وهي الاصعب والاجدد والاحدث اللي شلتنا، اللي مسكت شلت ايدينا جامد. لا يجوز للطبيب ان ياتي عملا من الاعمال الاتيه، واحده منهم القيام باستشارات طبية من خلال شركات الاتصالات. إلى أن يتم، وقد تمت النقابة مشكورة بأنها التمت التفتت بدول ورفعت الأمر بتعديل المادتين دول علشان نبتدي ياخد المجرى القانوني، لكن لسه مفيش حاجة ظهرت قانونا. وشكرا وآسف للإطالة، سعيد جدا أنا كنت معكم. شكرا يا فندم. حضرتك يعني أثرت مواضيع غاية في الأهمية. الحقيقة دكتورة رضوى كانت تطرقت لحكاية القانون اللي هو مازال تحت المراجعة أو تحت الإعداد، وده حاجة مهمة. لو حضرتك تحب دكتورة رضوى تضيفي حاجة على الحتة دي. تمام. أنا حضرت المؤتمر يعني، وسمعت حضرتك فعلا في المؤتمر، بس هو أنا اللي بتكلم عنه كله دلوقتي مش الحاجات اللي هي يعني الممارسات الشخصية. أنا اللي بتكلم عليه دلوقتي الحاجات اللي هي كلها يعني معمولة تبع مثلا هيئات أو مستشفيات أو كده. لكن طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت مش ما ينفعش على المستوى الشخصي إن أنا أروح أعمل أنا مثلا consultation session مع مريض، لا، لازم أكون برضو إن أنا بتبع الإطار الإثيكال، ولازم أكون أنا تابع يعني لجهة مثلا. لكن أنا من نفسي كده لا. أنا طبعا أتفق جدا جدا مع حضرتك، ويعني فعلا لسه يعني لازم الموضوع يبقى في قانون وفي الدنيا مسموح ان انا اعمل كده علشان اقدر امارس ده. فانا متفقه جدا مع حضرتك. شكرا جزيلا. طيب انا عندي يعني مداخلتين باقيين. بروف ضياء مرزوق، اتفضلي يا فندم، استاذ الصحه العامه وطب المجتمع في كليه طب جامعه عين شمس.
اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء الخير يا دكتور، ازاي حضرتك دكتور تامر؟ شاكرك جدا جدا على الموضوع الشيق ده، وهذا هو موضوع الساعه، وده من سلسله يعني انجازاتك يعني الحقيقه. وبشكر كمان الدكتوره رضوى، البرزنتيشن بتاعتها كانت السهل الممتنع، مفيده جدا جدا. انا بصفتي كنت رئيس اسم قسم طب الاسره من 2014 ل 2019. كان وقتنا ابتدت الفيرتشوال هوسبيتال في عين شمس، مستشفيات عين شمس ابتدت تتعمل، وكان في سبقة كبيرة يعني من 91، سنة 91 كان الأستاذ الدكتور مجد فؤاد زكريا اشتغل على الستروك، هو والدكتور تامر عمارة. فالدكتورة اللي هي اسمها مها زميلتي اللي تحدثت قبلي، ممكن تدخل على بروفيسور تامر عمارة وهتعرف تقدر تتواصل معاه ازاي. هو one of the pioneers الحقيقة في الميدل ايست اللي عامل الستروك كير. جات بقى كملتها، بقى مسؤول عن الفيرتشوال هوسبيتال في عين شمس، بقى في تو مين فيلدز، النيورولوجي والجيرياتريك هيلث، اللي هو الحقيقه محتاجينه جدا جدا في مصر. احنا عندنا هوسبيتال جيرياتريك هوسبيتال، ده انا بس بوضح يعني علشان الزملاء اللي عايز يتواصل وياخد اي خبرات. جزئيه تانية الاثكس بقى، يعني انا مع الاستاذ الدكتور تامر، انا من يعني بدرس ومودريتور اوف اثيكال كوميتي بتاع عين شمس من 2007، 15 سنه بنشوف ابحاث كثيره، لكن الاثكس بتاع البراكتس بتاع التالي ميديسن ده برضو محتاج انفورم كونسنت او الكترونيك كونسنت. فده شق عايز لوحده لقاء زي ما الدكتور تامر قال، يعني محتاجين فعلا الكلام عليه. يعني احنا بصدد ال الريسيرشز اللي بتتعمل اونلاين، سيرفيز كتيره قوي بيجوا ياخدوا مننا اثيكال كوميتي ابروفلز، وبنضطر ان احنا نسالهم على الكونسنتنج ازاي. وبرده الاهم كمان في الميديكال اثيكس هو في البراكتس الاثيكس ابروفل بتاع او يعني الكونسنتنج بتاع البيشنتس نفسه. وبشكركم شكرا جزيلا، الف شكر. شكرا يا فندم على مداخله حضرتك. هي دكتوره رضوى كانت اتكلمت فعلا على الكونسنت في الجزء دوت، وان هو يعني must be obtained before any activity to be done. بس النقطه اللي اثرها عليها دكتور ايمن فرملتني دلوقتي، يعني فاحنا محتاجين ان احنا نمارس الكلام دوت او يتم ممارسته بشكل قانوني بما لا يضع الممارس في مساءله، ويضمن حقه ويضمن حق المريض ايضا. يعني بس حضرتك عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني احنا قدلنا سنين طب عين شمس شغاله، ما هي زي ما رضوى قالت هيئات زي ما وزاره الصحه كانت بتشتغل وقت الكوفيد، برضو كانت بتشتغل في حاجات كتيره قوي برضو اونلاين وتالي ميديسن وكده. ف ده يعني الهيئات، لكن هي الافراد هي اللي ممكن النقابه فعلا تسيطر عليهم، والنقابة متعالي يبقى لها الحق في كده إلا بموافقات رسمية. يعني أنا بس تحفظي الوحيد إن إذا حصلت مشكلة لا قدر الله زي ما بيحصل دلوقتي في وسائل التواصل الاجتماعي ويتم الهجوم على الأطباء، فساعتها حيتم الهجوم على الأطباء بشراسة، وساعتها تظهر المواد اللي في لائحة تنظيم المهنة التي تجرم وتحرم هذا، فبالتالي حنضع نفسنا في موضع تساؤل. وللأسف الشديد يعني الأطباء بصفة عامة حاليا يعني تارجت مجرمين ومستهدفين من جميع الفئات اللي موجودة. فبالتالي اللي أثاره الحقيقة دكتور أيمن يعني فعلا يعني خوفني أنا شخصيا، يعني يجب أن احنا نعمل عليه ويكون one of our recommendations، والمهتمين بالأمر أن هم يتحركوا لوضع دوت في قانون أو يعني لقياس ممارسة المهنة او في اللوائح المنظمه لممارسه المهنه، بحيث ان احنا نضمن ان احنا يعني ما نضرش يعني. شكرا يا فندم. الدكتور احمد محمد عبد الغفار يعني هتكون اخر مداخله ان شاء الله، اتفضل يا فندم. السلام عليكم دكتور تامر، شكرا لحضرتك يا فندم. انا دكتور احمد ديب، استشاري جهاز هضم وكبد ومناظير في معهد كبد. هو انا كنت بتكلم في حته يعني تخصصي الـ Artificial Intelligence. احنا عندنا دلوقتي الـ Artificial Intelligence بقى حاجة مهمة جداً جداً في الـ Screening و Surveillance بتاع الـ Precancerous Lesion، سواء في الـ Upper GI أو في الـ Lower GI.
عندنا بعض السيرفيس في المناظير لسه ما فيش فيها artificial intelligence implementation even حتى بره مصر. فكنت بسأل دكتورة رضوى، احنا يعني ليه ما نبقاش احنا، يعني احنا الحمد لله عندنا الاكسبيرينس في المناظير عالية جدا على مستوى العالم كمان، سواء الكوانتي او الكواليتي بتاع شغلنا، ليه ما نبدأش احنا الخدمات اللي ما فيش فيها artificial intelligence implementation ممكن احنا نعملها؟ فكنت بسألها، بس ممكن تبقى البداية من فين؟ هل البداية من شركات المناظير او شركات السوفت وير، ولا هتبقى نبدأ ازاي بالظبط؟ لان احنا عندنا كذا حاجة محتاجين ان احنا نعمل artificial intelligence implementation فيها، وهتفرق كتير جدا معانا في الشغل. انا يعني قبل ما دكتورة رضوى ترد، انا بقى يعني هقول كده يعني رايي، وبعد كده دكتورة رضوى ترد. يعني اعتقد دكتور احمد البدايه هو الكوبريشن مع كليات الهندسه، اقسام الهندسه الطبيه دي نمره واحد، وكليات الحاسبات والمعلومات ك جوينت بروجكت، بتبقى انفستيجيتور انيشيتد، يعني جايه من عندك الفكره كانفستيجيتور او كبراكتيشنر مع المهندسين والمتخصصين في artificial intelligence. هو انا فعلا كنت تواصلت مع استاذ دكتوره نيفين لمعي، هي استاذ artificial intelligence في المعهد القومي للتخطيط، وست مشكوره يعني حابه تعاون معانا، وطبعا كخطوه اولى يعني في الشغل. اتفضل دكتوره رضوى لو في اي اضافه. يعني والله زي ما حضرتك قلت، طبعا كلام حضرتك مظبوط، بس يعني انا دايما يعني او اللي بشوفه يعني من في الشغل بتاعي او في الاكسبيرينس بتاعتي يعني اللي هي بسيطه، يعني ان احنا ما عندناش اللينك بتاع ان احنا نبقى حد هيلث براكتيشنر او هيلث بروفايدر وكمان عنده التكنيكال باك جراوند. يعني احنا فعلا عايزين نعمل الميرج ده، يعني احنا كبدايه متهيألي ممكن يبقى زي ما حضرتك تفضلت وقلت ما بين الدكاتره في التخصصات المختلفه، ما بين كليات حاسبات وتكنولوجي وكده، بس في الاخر عايزين نعمل الميرج اللي هو نطلع يعني زي التخصصات مثلا الهيلث انفورماتكس والهيلث ايكونومكس والحاجات دي. فاحنا محتاجين ان احنا يعني ما ينفعش ان احنا نحقق موضوع مثلا زي الارتفيشال انتليجنس ده بالناس التكنيكال فقط، لان احنا عايزين برضو ناس هيلث بروفايدر برسبكتيفز. ف طبعا ضروري، ما هو ده اللي هيعمل دي يعني حضرتك طبعا يعني ما بينفعش الشركات تطلع حاجه ما بين من غير الفكر الطبي معاها، فلازم يعني نعمل خطوات عشان نقدر نعمل الميرج ده ويطلع حد عنده الاثنين مع بعض، يعني عنده الباك جراوند التكنيكال. يعني انا عايز اقول لحضرتك انا اصلا يعني برضو بدرس من ضمن حاجات تكنيكال وديفلوبمنت وبروجرامنج علشان اقدر اعمل الميرج ده على مستوى بسيط يعني، بس طبعا لو قدرنا نعمله على مستوى اكبر. طبعا زي ما حضرتك بتقولي، طبعا اللي بيبقى معاه الاثنين، يعني انا معايا ام بي اي وهيلث ايكونوميك دبلوم، درست ايكونومكس وفاينانس كويس قوي عشان اعرف اعمل الاثنين مع بعض فعلا. لكن تمام. لو انا كدكتور رحت وعندي باك جراوند كلينيكال ريسيرش ورحت عشان اخد اشتغل هيلث ايكونومكس، الموضوع بالنسبه لي هيبقى صعب جدا. فكلام حضرتك مظبوط. يعني لو ايه ممكن نبدا فيه كدراسه يا دكتوره رضوى؟ يعني مش هقول طبعا مش هبقى زي المتعمقين ولا زي الاكسبرت، يعني البيزك باك جراوند اللي انا محتاجها في الدراسه عشان اشتغل في الحته دي كويس، او على الاقل خالص ابقى يعني اتعاون مع حد اكسبرت وانا فاهم. والله انا مش هقدر اقول لحضرتك لان انا مش متخصص، يعني حضرتك التخصص بتاعها يعني مش تخصصي الحقيقه، فعشان اقدر اقول لحضرتك ايه الليفل اللي حضرتك تقدر توصل له. لكن انا ممكن اتكلم عن التخصص بتاعي. يعني انا مثلا علشان بشتغل هيلث كوميونيكيشن وهيلث ايديوكيشن، فلقيت ان انا هدخل في الليفلز لحد مثلا الحته بتاعه اليوزرز اكسبيرينس واليوزابيلتي والحته دي، فهي دي اللي انا يعني هدخل لحد عندها. يعني محتاجة ان الناس مثلا تستخدم الديجيتال هيلث في الهيلث، يعني عشان تاخد هيلث انفورميشن او نعمل هيلث ايديوكيشن هيلث اويرنس وكده. فحضرتك بناء على التخصص بتاعك حضرتك هتقدر تحدد حضرتك محتاج ايه النولج اللي محتاجها من الحاجات التكنيكال عشان تقدر يعني تعمل اللينك ده. تمام. انا متهيألي ان احنا محتاجين يعني تخصصات مختلفه مع تخصصات مختلفه تكنيكالي برضو، كليات حاسبات وكده، ونقدر نطلع ايه يعني البرودكت الجديد بتاع يعني موضوع الديجيتال هيلث بقى ده، او نسميه ايه بقى يعني هيلث تكنولوجي مثلا او حاجه زي كده.
هو تمام يعني احنا برضو يعني الحقيقة المحاضرة دي فيها نجوم كثيرة، فالنجم اللي منور المحاضرة النهاردة ويعني يعني ليه مداخلات احنا في حاجة ليها، بروف جلال. فبروف جلال برضو ممكن حضرتك ترد على السؤال ده؟ بالظبط كده تمام يا فندم. الله يخليك يا دكتور تامر. اسمح لي بس الاول ارد تحيه على تحيه الدكتور ايمن، يعني استاذي العظيم اللي هو واحد من الناس اللي دربوني اثناء تاهلي لدوره الانترناشونال سيرتيفايد ترينر، ومعتز جدا جدا بان هو كان واحد من الناس اللي دربوني وصدقوني بعد كده اللي اشتغلنا مع بعض كده في كذا حاجه، وقعدنا نزلنا على بقى الحكومه كتير فيما يختص بتنميه القدرات بتاع الاكاديميك ليدرز وكده. أهلا دكتور أيمن. عايز بس أقول بسرعة حتة المالتي ديسيبلينري ترينينج، يعني يمكن من الحاجات اللي أنا بحارب فيها بشدة من ساعة ما رجعت مصر إن يبقى في مور مالتي ديسيبلينري ترينينج أند إديوكيشن. وجايز النهارده في الجمع الجميل دوت والأفكار الهايلة اللي بتحصل إن جايز يكون في فرصة إن إحنا نشتغل، وأنا عندي يعني موديل ثيوريتيكال ممكن الكلام ده يشتغل إزاي من حيث الكوريكولم ديزاين، نعمل بروفيشنال دبلوما ويتد او ميجرد بالاي سي تي اس اللي هي European Credit Transfer System Points. بقى لي مده الحقيقه بفكر في الموضوع ده وبعافر علشانه، وبما ان الدكتور تامر الجميل موجود وانا عارف قد ايه هو اوت اوف ذا بوكس ثينكر ونون تراديشنال ادفنتشرر، يا ريت وانا مستعد اتعاون مع اي جامعه على فكره، انا مش عشان جامعه القاهره لازم اقوم جنب القاهره، وليه برضه اتعاون مع الجامعه الامريكيه الحقيقه. Let's think about ان يبقى عندنا professional diploma نسميها بقى في medicine، نسميها في e-health، نسميها في mHealth، يعني هنلاقي ان شاء الله title مناسب، او بحيث فعلا يبقى الناس اللي داخله فيه يبقوا dual disciplines من medicine المهتمين انهم يعرفوا اكتر عن technology، ومن technologies اللي هم مهتمين يعرفوا اكتر عن potential telemedicine practices اللي ممكن تبقى موجودة في بلد زي مصر. يعني يا ريت وتاخد من اول حاجات العمل يا دكتور تامر، برجع للوصف معلش انا بتكلم كده وانا ان بتوين يعني حاجات ثانيه، ان شاء الله نتكلم اكتر في التفصيل، ويا ريت الناس اللي موجوده هنا وحابين يسمعوا اكتر يعني ريجستر ذا انترست، بحيث ان يبقى في بعد كده ممكن سيمينار، ممكن اجتماع، ممكن اناونسمنت، يعني ممكن نعمل ايه مع بعض. انما الاريا طبعا از هايلي يعني feasible وvery high potential كمان، مش بس في مصر، حتى في الدول العربية، ولينا اتصالات ببعض الشركات اللي شغالة في مجال الهيلث انفورميشن سيستمز في دول زي السعودية والإمارات، وأكيد في أوروبا كمان هيبقى في interest فيها، بس طبعا هم يعني يمكن قاطعين خطوات beyond us في المجال ده. إنما طبعا حتة الـ usability والـ user experience والـ system design عموما، الـ system overall شغال كويس، يعني كنا لسه شغالين مع جامعة أوروبية في مجال الام هيلث سيستمز للنون كوميونيكابل ديزيزز، وده كان بريف من استاذي الدكتور مفتح الرفاعي اللي هو كان نائب مدير مستشفى العصيان في قال لي ممكن نعمل كذا كذا، عملنا بروتوتايب وفي واير فريم وكل حاجه للسيستم يساعد الناس اللي هم عندهم نون كوميونيكابل ديزيز ان هم تمانج الكيس، وفي نفس الوقت ان المينستري اوف هيلث اند بوبيليشن يبقى عندهم ستاتستكس مفيده في الهيلث ستراتيجيز والديبلويمنت بتاع ريسورسز في البلد. فمول اكسايتد فور ذس قوي قوي قوي، يا ريت وانا معاكم، وان شاء الله نلاقي حاجه ذات هيلبس الناس الجميله بتاعت مصر اللي هم يستحقوا ماتش مور يعني فيجرس وادكويت هيلث كير اكتر من موجود دلوقتي، بالذات في المناطق البعيده عن المدن الكبيره. دول اللي يهموني جدا جدا جدا. شكرا دكتور تامر، شكرا دكتور ايمن. شكرا بروف جلال، حضرتك وردت نفسك توريطه حلوه، يعني ان شاء الله تكون في ميزان حسناتك، وانا معروف عني ان انا بشبط في الحاجات الحلوه، فغالبا يعني انا هشبط فيك، و يعني هشوف هنعملها ازاي. احنا ممكن نعمل سب جروب فور ذوز وار انترستد ان ديجيتال هيلث، اتمنى ان انا اخد الليد ان احنا نعمل بروفيشنال دبلومه ان ديجيتال هيلث طب بني سويف، وديني حجزت اهو معاك من الاول. أشكركم يعني النهاردة إن شاء الله هي غالبا هتكون آخر سيشن لينا في Continuous Medical Education للعام الجامعي 2021-2022. دكتور تامر أنا آسف للمقاطعة، دكتور تامر اسمح لي بس أطلب دكتور رضوى لو تحط الـ Penultimate Slide بتاعتها اللي فيها الـ References، ما لحقتش أخد منها
انا سكرين شوت معلش، ولو المحاضرة كلها تبقى ديبلويد قريب يبقى هايل. المحاضرة كلها ان شاء الله هنطلب من الدكتورة رضوى انها تبعتها لنا بي دي اف، والريكورد بتاع المحاضرة هرفعه برضو على الجروب. فنستاذن حضرتك دكتورة رضوى تبعتي لنا. حاضر تحت امر حضراتكم. حاضر حاضر طبعا اكيد. هنحتاج ان احنا نشارك وذ اول اور جيستس يعني ان شاء الله. حاضر اشكركم، شكرا جزيلا للدكتورة رضوى مرة اخرى على المحاضرة الجميلة. شكرا حضرتك يا فندم كل الاساتذة الكبار، وكل عام وانتم بخير. ويعني انا اقدر ان انا يعني انا حاول اعمل كده كويشنير صغير ابعته على الجروبس التو جروبس اللي هم بتوع الواتساب تو اسك اباوت يور يعني اوبينيون ويور ريكومنديشن للسنه الجايه. ان شاء الله السنه الجايه اللي هتاخد الليد باذن الله احد زملائي في القسم وهي دكتوره زهراء، هتكون هي المسؤوله عن الاورجنايزيشن وعلى الامبلمنتيشن وعلى التسجيل وعلى الفولو اب، وان شاء الله تعمل احسن من اللي انا عملته السنه دي باذن الله. اشكركم واستودعكم الله. شكرا لحضرتك يا فندم، الف شكر.